شباب البريزنت شابتر اللي هو بحكي عن اللي هي السبيشال ديسكريبشن اند ترانسفورميشنز. اوكي، وبنغطي فيه مجموعه من الشغلات اللي هي اول شيء اللي هي روتيشن اوف ا بوينت ان سبيس، وهذا بيحتوي على مجموعه من اللي هي السب تايتلز، وهذا اللي راح اغطيه انا اللي هي بمحاضره اليوم حوالي 16 صفحه، وبعدين راح نغطي عمليه الترانسليشن ان سبيس. وبعدين دكتور ما في شير. دقيقة سوري انا ما عملت الشير، يلا مليح اللي ذكرتني. ايوه دقيقة شوي، تسجيل بدون شير هذا عبارة عن طلع اخر شيء. دقيقة اوكي هيك تمام اوكي. بالتالي ايوه اليوم راح اغطي اللي هي الروتيشن اوف ا بوينت ان سبيس وذ ريسبكت تو 1 ريفرنس فريم، وراح نغطي الروتيشن اباوت زد والواي والاكس اكسس، وبعدين روتيشن اوف 2 فريمز وذ ريسبكت تو ايتش اذر، وبعدين راح نغطي الاويلر اند فيكست انكل كونفنشنز، وراح نوقف عند اللي هي صفحه 18. والمحاضره الجايه ان شاء الله راح نكمل التشابتر ونبلش باول تشابتر مهم في الكورس اللي بين يدينا اللي هو الفورورد كاينماتكس. بالتالي الاول موضوع اللي هو الروتيشن اوف ا بوينت ان سبيس وذ ريسبكت تو 1 ريفرنس فريم. بالتالي لو افترضنا انه في عندنا هنا شامه 1 بوينت اللي هي P1، اذا افترضنا انه في عندي بوينت اللي هي P1 وهي الاحداثيات كوردينيتس X1 Y1 وZ1، وهي عباره عن it lies on a circle والسيركل هاي الراديوس لها عباره عن r، وهاي البوينت عباره عن واقعه في الاكس واي بلين. هاي اكس واي بلين اللي هي هون بال3 دي اكس واي بلين، وهذا الزد اكسس، وهون بال2 دي اكس واي بلين. بالتالي انا P1 يجينا هنا شامع منها روتيشن اباوت الزد اكسس، يعني منها روتيشن حول الاكسس هذا، وانتقلت من P1 وصارت هون P2، يعني هاي P1 اللي هي X1 Y1 وZ1 وعملنا لها روتيشن with angle theta وانتقلت من P1 لغاية اللي هي P2 X2 Y2 وZ2. ودائما يا نشامة معروف عنا انه اي positive rotations بتكون بالcounter clockwise sense او الcounter clockwise direction. اوكي، بالتالي هون الروتيشنز اللي عندي هي عبارة عن في XY plane وحوالى او about او around the z axis وفي الكاونتر كلوكوايز دايركشن. بالتالي لو افترضنا ال P1 already هي عباره عن لها اوريجينال انجل من الريفرنس اكس اكسس هي عباره عن فاي، والروتيشن صار عندي بانجل ثيتا. واذا تفرجنا على هاي اللي هي الجراف اللي عندي هون اللي هي بال 2 دي كيس، اوكي نشامه، واعتمدنا على التو دايمنشنال جيومتري، اوكي، اللي من خلالها انتقلنا من الاوريجينال بوينت P1 X1 Y1 Z1 ومن خلال روتيشن بمقدار ثيتا انتقلنا ل P2 X2 اللي هي P2 اللي بتتالف من الكوردينيتس تبعاتنا اللي هي X2 Y2 واللي هي Z2. بالتالي اذا بنيجي نشامة على اللي هي P1 بدنا نوجد الاحداثيات تبعاتها الكوردينيتس تبعتها اللي هي X1 Y1 وZ1. بالتالي هاي عباره عن سمبل جيومتري، اوكي، X1 راح تكون هي عباره عن R اللي هو الراديوس تبعنا، احنا هون بنمشي الروتيشن الونج اللي هي الراديوس اللي هي السيركل اوف راديوس R، وبالتالي يا نشامه ال X1 راح تكون هي عباره عن R كوساين الفاي اللي عندي اللي هي الزاويه هاي، وال Y1 اللي هي الاوريجينال بوينت اللي هي R ساين. وبالتالي هون يوم نحكي دائما اللي هي عن الكوردينيتس بنحكي عن البروجكشنز يا نشام، لاحظوا هنا عباره عن كلها بروجكشنز بناء على البوينت اللي عندي، وبنعمل البروجكشنز بناء على الاكس او اللي هي الواي للاولد بوينت اللي هي P1 او للنيو بوينت اللي هي P2. ولاحظ الاولد بوينت P1 الانجل تبعتها اللي هي 5،
والنيو بوينت هي عبارة عن الانجل تبعها الصميشن of phi plus theta. هيا phi plus theta. وبالتالي يا شامة واحنا كوننا قاعدين نعمل rotation around the z axis معناته لو افترضنا في عندي انا البوينت هاي اللي هي P1 it has any coordinates in the z axis هاي z coordinates مش راح تكون فيها اي change وبالتالي الz2 اللي هي 4.2 راح تكون هي نفسها اللي هي z1 اللي هي 4.1 اوكي نشامة ليش عشان انه عند الروتيشن هي عبارة عن about اللي هي z axis طيب هسه شو المطلوب منا المطلوب منا يا نشامة انه بدنا نوجد الكوردينيتس تبعت البوينت الجديد اللي هي P2 as a function of the coordinates تبعت البوينت الاوريجينال بوينت اللي هي P1 و اللي هي الروتيشن انجل اللي هي ثيتا بالتالي انا هون يا نشام لاحظ في عندي ديبندنسي على الفاي وفي عندي ديبندنسي على الار both dependencies الار والفاي we should eliminate لازم نلغيهم لازم نلغي الديبندنسيز على الار وعلى الفاي في الكوردينيتس تبعت اللي هي بي 2 اوكي وتصير بي 2 اونلي ديبندنت على اللي هي بي 1 اللي هي اكس 1 وزد 1 وواي 1 اوكي وبتعتمد برضو على اللي هي الروتيشن انجل اللي هي ثيتا وبالتالي زي ما هو مكتوب عندنا هون انه الانجل فاي والراديوس ار should be eliminated or removed from اللي هي الايكويشن طيب هسه يا شباب بنيجي بنمسك الايكويشن هاي في البدايه بنعملها اكسبانشن حسب التريجونومتري اللي بتعرفوه اللي هي sum of two angles بقدر اعملها سبليت ل ساين ساين وكوساين كوساين باجي بعملها والساين اللي بينهم بتكون opposite to the sign of this one بالتالي هينا يجينا عمل سبليتنج هاي عبارة عن الار كوساين هاي عبارة عن القانون تبعها اللي هي كوساين كوساين ماينس ساين ساين ودخلت بعدين الار الكومن فاكتور عليها اوكي فبالتالي هاي عبارة عن الاكويشن تبعت اكس 2 هسا احنا شو قلنا قبل شوي قلنا بدنا نلغي الديبندنسيز على الفاي والار بالتالي برجع لمين برجع لاكويشن الأولى وباجي بعبر عن الـ R in terms of X1 وكوساين الفاي بالتالي هيها جيت عبرت عن الـ R as a function of X1 وكوساين الفاي من الإكويشن الأولى بالتالي R is equal to X1 divided by كوساين الفاي وإذا رجعت للـ second equation اللي هي عبرت عن الـ R as Y1 over sin الفاي وباجي بعوض هذول التو ايكويشنز اوكي نشام وين بالايكويشن هاي باجي بقيم الار وبعوض محلها بعمل سبستيوشن للتو ايكويشنز هذول اذا بنعوضها هاي بنحصل على الايكويشن هاي والايكويشن هاي عباره عن اذا بتلاحظوا فيها كوساين فاي هون بالنوميريتر كوساين فاي بالدينومينيتر وفيها ساين فاي بالنوميريتر وساين فاي بالدينومينيتر وبالتالي فيرذر سمبليفيكيشن راح يكون هاي عبارة عن حداثيات الـ X2 وإذا بنتفرج على X2 هل هي function زي ما بدنا in terms of إحداثيات الـ coordinates تبعت P1 اللي هي X1 و Y1 والأنجل ثيتا ولا لا معناته حققنا الهدف اللي عندنا معناته أوجدنا أول variable اللي هي X2 من الـ coordinates الجديدة X2 أوجدنا ظل عندي مين Y2 Y2 بطبق له نفس البروسيجر أنا عندي هيا الإكويشن هاي اللي بتوصف لي Y2 بعملها سيميلر بروسيجر بعمل سبليتنج لهاي الساين أوكي وبصير عندي هيها اللي هي الساين اللي عندي ساين كوساين بلس كوساين ساين للأنجلز وباجي بدخل الآر عليها وبعوض نفس الفورمولاز هذول فيها وبالتالي بحصل على الإكويشن هاي سيميلر أناليسيز سيميلر ميثودولوجي بالتالي مرة ثانية الساين مع الساين بتطير والكوساين مع الكوساين it will be eliminated cancelled وبحصل بالنهاية على إيش على y2 as a function of y1 و x1 والأنجل اللي عندي اللي هي ثيتا
إذا بنرجع للإكويشن اشتقناها قبل شوي قلنا الروتيشن about الزد أكسس، بالتالي الزد كوردينيتس ما اختلفت. أوكي، بالتالي هاي الإكويشن الثالثة، وبالتالي قدرنا نحصل على الكوردينيتس تبعات مين؟ البوينت P2 as a function of الكوردينيتس تبعت P1 اللي هي X1 وY1 وZ1 والروتيشن أنجل اللي هي ثيتا without any dependency on الأنجل الأوريجينال أنجل فاي والراديوس تبع السيركل اللي هي R. أوكي نشامة، بالتالي هاينا حصلنا الإحداثيات للنيو بوينت، جمعنا كل الإكويشنز قبل شوية وحطيناهن هون. أوكي، بس هذا الفورموليشن هذا مش كامل، أنا بدي يكون كل إكويشن dependent on X و Y و Z، بالتالي أول إكويشن هون dependent على X و Y، والإكويشن الثاني برضه dependent على X و Y، والإكويشن الثالث dependent على Z، بالتالي بتعبر عنها بالthree dimensional case، يعني لازم يكون بكل إكويشن X و Y و Z، واللي مش موجودة already معناتها زيرو، وبالتالي يجينا ضفنا الدايمنشن للإكويشن الأولى 0Z1 0Z1، وبالإكويشن الثالثة يجينا ضفنا 0Y1 و0X1، وبالتالي هون صار معاي إيش 3 dimensional case وصف ل X2 Y2 وZ2 as a function of X1 Y1 وZ1. طبعا هذا الديسكريبشن هو عبارة عن بالإكويشن فورمات، أنا عادة ما بنحب نتعامل بالإكويشن فورمات، نتعامل عادة بالماتريكس فورمات، بالتالي إذا حولنا هذا من الإكويشن فورمات للماتريكس فورمات بصير إن شاء الله عندي الفولوينج فورموليشن إز فاليد، بصير P2 اللي هي فانكشن أوف X2 Y2 و Z2 هي عبارة عن بتعتمد على الروتيشن أنجل RZ ثيتا. وش هي الار زد ثيتا؟ هايها ار زد ثيتا اللي هي عبارة عن هاي الروتيشن انجل اللي صار عليها او اللي هي حوالي الزد اكسس الروتيشن، و بي 1 اللي هو الاوريجينال كوردينيتس تبع البوينت الاصلية اللي هي اكس 1 وواي 1 وزد 1. ولاحظ ان شامة دائما الاكسس اوف روتيشن بناخذ له الرول اللي هو موجود فيه، لاحظ الزد هي عبارة عن الثيرد، بالتالي بأخذ الثيرد مع الثيرد رو مع الثيرد كولوم، وبكون الإليمنتس كلهن زيروز ما عدا الدياجونال إليمنت بيكون 1. أوكي، بيكون الدياجونال إليمنت 1 وهون 0 0 وهون 0 0. أوكي، هذا جنرال فورميليشن راح نشوفه بعد شوي. وبالتالي الآر زد أوف ثيتا هي عبارة عن روتيشن ماتريكس 3 باي 3، وهي عبارة عن توصف لي الروتيشن of a point in space about the positive z-axis. أوكي، أي سؤال واستفسار لغاية الآن يا نشامة قبل ما نكمل؟ لا لا واضح. سمحت بس كيف نقرأ إن شو اسمه؟ كيف؟ إيش طلع عن البيج؟ محمد قاعد تحكي معانا؟ نعم 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 بس. تفضل. أيوه على الصفحة على أيوه بس. كيف نقرأ B2 تساوي R Z theta B1؟ هاي كيف تنقرأ؟ والله والله مش سامع صوتك، مش واضح كثير. تفضل عيد السؤال. ال B2 تساوي R هاي ال B2 اللي هي هون عبارة عن 3 by 1 كولوم، وعبارة عن R Z 3 by 3 multiplied by P1، وهي بالنهاية إذا بنضرب 3 by 3 multiplied by 3 by 1 بيطلع عندي فيكتور اللي هو 3 by 1 اللي هو هذا هو، وبالتالي هاي هي الفاينل فورمولا تبعتنا إحداثيات ال P2 as a function of theta و as a function of P1، وهذا هو كان الهدف اللي بدنا إياه. صحيح المفهوم اللي كتبناه كيف نقرأها؟ صوت واطي كثير، مش داري هو من عندي ولا من عندك؟ الصوت مش واضح. تساوي ار زد ثيتا بي 1. ايوه هسه اهدر هدر يا رواجده. خليك شويه والله. هيك الصوت كويس؟ صوته ممتاز، يعني مش معقوله زين والصوت بقطع.
I'm just trying to hit set. نرجع الB2 تساوي RZ theta B1. كيف طريقة قراءتها هي؟ كيف نقرأها؟ بديش إنه كيف حللناها لماتريكس واضح. وين هي أياتها؟ هاي الB2 أيوة B2 تساوي RZ theta. كيف طريقة قراءتها الصح؟ كيف أقرأها؟ B2 equal RZ of theta multiplied by B1. شو المشكلة؟ هيك بس هيك يعني. هيك عبارة عن it's matrix multiplication. هذا عبارة عن فيكتور زد. ليش أعطيتها الزد؟ مو ليش؟ عشان إنه الروتيشن هون عندي، لا ننسى إنه الروتيشن about the z axis. ما إحنا كلنا أيوه روتيشن about the z. هذا the axis of rotation. معناته الاكس اوف روتيشن بحطه زي سبسكريبت تحت بصير. ايوه ايوه هو عباره عن هو اسرع نشوف يعني. اخذك بس عشان اجاوبك على سؤالك، اخذك لقدام شويه عشان عباره عن انك تشوف. هاي لاحظ مثلا هذول الروتيشنز انجلز او روتيشن ماتريسز اللي راح نشتقهن بعد شوي. هاي اول واحده اشتقيناها هسه الزد هون. السبسكريبت هو عباره عن بيمثل الاكسس اوف روتيشن. نعم اوكي. بالتالي هون الاكس اوف روتيشن عباره عن ايش؟ زد. وهون الواي وهون الاكس. وبوث ان اول كيسز الروتيشن ماتريكس هي عباره عن 3 باي 3 اوكي 9 اليمنتس. وزي ما حكيت قبل شويه انا حوالي الزد معناته الثيرد رو مع الثيرد كولوم كله بده يكون زيرو ما عدا الدياجونال اليمنت اللي هي 3 3. اذا بتيجي هون الار واي الواي لوز سكند معناته السكند كولوم والسكند رو كله زيرو ما عدا التو تو. واذا بنيجي على الفيرست ماتريكس هاي بده يكون الفيرست كولوم والفيرست رو كله صفر ما عدا 1 1. خلص تمام وضحت. مشكور نعم حياك الله. يلا خلنا نرجع محل ما كنا. هسه خلنا نقفز لوين؟ للروتيشن هون كنا احنا ولا لا لسه؟ اوكي كنا هون نشامه. وبالتالي خلنا نشوف الروتيشن اباوت الاكس اكسس. بالتالي نفس المبدا بدنا نفترض انه عندي بوينت بي 1 والاحداثيات اكس 1 واي 1 زد 1 وبدا الروتيشن هون بالحاله هاي بدها تكون اباوت ايش؟ الاكس اكسس. والزاويه تبعتنا ستيل هي عباره عن ايش؟ ثيتا. والروتيشن تبعنا هي عباره عن بالكاونتر كلوك وايز يعني بالبوزيتيف سنس. هذا بيمثل يعني شامة 3D configuration تبعي وهذا 2D configuration. بالتالي أنا الروتيشن اللي عندي about this axis اللي هي ال X. ومجرد ما قلنا الروتيشن about ال X في عندنا right hand rule اوكي بدنا نشغله مفهومه هيك اللي هو زي الكرنت والمجال المغناطيسي اوكي الكاونتر كلوكوايز. بالتالي ال X right sided معناته الروتيشن حتى تكون positive بدأت تكون بالكاونتر كلوكوايز معناته بدأت تكون بالاتجاه هذا مظبوط هذا بوزيتيف روتيشن اوكي. بالتالي هذا بال3 دي انا شغال في الواي زد بلين والروتيشن حوالي الاكس. واضح هاي النقطه روتيشن حوالي الاكس اباوت الاكس اكسس وانا شغال في الواي زد. بالتالي هاي اذا بناخذها بنعملها بروجكشن بنتفرج بس على الواي زد بلين بيطلع معي هاي الرسم اللي هي 2 دايمنشنال كيس. انا كنت عند بي 1 وصرت عند بي 2 نتيجه روتيشن بالكاونتر كلوك وايز بمقدارها قديش؟ ثيتا. وضحت يا نشامه ولا لا؟ تمام واضح واضح اوكي. طيب هسه شو بده يصير عندنا؟ بده يصير عندي نفس المبدا مش راح اطول هسه على هاي. بده يصير عندي نفس المبدا اللي هي الاكس 1 والواي 1 نفس الايكويشنز و اللي هي الواي 2 والزد 2 نفس المبادئ بس اختلف عندي مين؟ اختلف عندي اللي هي الفاليوز. قبل شوي كنا نحكي عن مين؟ كنا نحكي قبل شوي عن اللي هي الاكس والواي والزد ثابته. هون صرنا نحكي عن الواي والزد وشو اللي ثابت؟ الاكس. ليش؟ عشان الروتيشن حوالي الاكس اكسس. وضحت يا نشامه؟ وبالتالي اذا سوينا سيميلر بروسيس سيميلر بروسيجر اوكي واخذنا من الايكويشن هاي اوكي نشامه عوضنا الار يساوي واي 1 اوفر كوساين فاي ومن هون الار زد 1 اوفر ساين الفاي وفرطنا هاي الايكويشن اللي هي تبعت الكوساين اوف تو انجلز فرطناها لعباره عن اللي هي سبليتد انتو
similar equations زي قبل شوي والساين هون برضو عبارة عن split it into similar terms. إذا مشينا في similar procedure أوكي هاي زي ما حكينا هون هاي عبارة عن إيش ال y2 وبعدين split it into cosine cosine sine sine وبعدين عوضنا من أول equation ثاني equation قيمة ال r وبعدين شطبنا الفاي مع بعض أوكي وبالنهاية حصلنا على قيمة ال y2 اللي هي as a function of y1 واللي هي الثيتا وإذا بنيجي بنسوي similar operations بنسويها بس على z z2 اللي هي من الإكويشن هون هيا z2 إذا بنسوي عليها similar operations أوكي بالتالي بيطلع معي هاي الإكويشن وبعد التشطيب بعد cancellation of similar terms بيطلع عندي هاي ومن الإكويشنز قبل شوي قلنا كون الروتيشن about the x-axis معناته الـ x ثابت وبالتالي x2 is equal to x1 أوكي وإذا يجينا جمعنا الإكويشنز بطلع معاي هذا اللي هو الـ very straightforward formulation اللي جمعنا الإكويشن هاي مع الإكويشن هاي مع اللي هي الإكويشن هاي ولكن هذا مش بالproper 3D format بالتالي إذا عدنا كتابتها في 3D format بنحصل على similar process اللي هي هاي النوتيشن أوكي اللي هي P2 راح يساوي الروتيشن أنجل about ال X axis هاي ال X هون عندي subscript multiplied by اللي هي P1 وهاي ال P2 وهاي ال P1 وهاي الروتيشن أنجل about أو الروتيشن matrix sorry about الx axis اوكي وزي ما حكينا انا عندي الx معناته عندي الاندكس تبعي 1 معناته الفيرست رو والفيرست كولوم كلهم صفر ما عدا الدياجونال اليمنت اللي هو 1 1 والبقيه هذول يا شباب بكون بناء على اللي هي ايش اللي هي من الفورميليشن اللي اشتقيناه هذا عباره عن من هون بيطلع من الايكويشن هاي وهاي بنعبي الريميننج اليمنتس وبالتالي هاي هي الماتريكس تبعت الروتيشن about the x axis in 3D format when we rotate about the x اوكي وبالتالي مين اللي بتغير؟ اللي بتغير معاي ال y وال z اما ال x بتظل ايش؟ بتظل اللي هي ثابته طيب نيجي على اخر حاله، اخر حاله هاي فيها فرق افهموا لي اياها مش زي اللي قبل شوي فيها تريك هون بالتالي انا شامل احنا اذا بتنتبهوا لي على البريفيوس نوتيشنز احنا طبقنا في 3 دايمنشنال كيس الرايت هاند رول اكس وبعدين واي اللي هي ستريت فورورد انسايد ذا بيج والزد اللي هو ابورد بالتالي الاكس على الرايت هاند سايد والواي اللي هي انورد اوكي والزد اللي هي اللي هي باتجاه الاعلى اوكي نشامة بالتالي هذا الحكي بيكون مضبوط معنا في حاله اللي هي الاكس وحاله ايش اللي هي الزد بينما في الواي والروتيشن اللي عندي كانت بالكاونتر كلوك وايز دايركشن بينما يا نشامة انا عندي هون في تشينج راح يصير عندي وين في حاله الروتيشن اباوت الواي أنا عندي إذا حافظت على نفس الكونفنشن وطبقت اللي هي الروتيشن بالكاونتر كلوكوايز دايركشن أوكي نشامة اللي هو حول الواي اللي هو الواي داخل جوا اللي هو انورد أوكي نشامة بالتالي راح يصير عندي الروتيشن هل هي بالكاونتر كلوكوايز ولا بالكلوكوايز؟ فرج على الفيديو هذا كلوكوايز معناته احنا شو قلنا قبل شوية؟ قلنا إذا كان عبارة عن بالكاونتر كلوكوايز الأنجل بوزيتيف وإذا بالكلوكوايز الأنجل نيجاتيف وبالتالي هذا الشغلة هاي كون الواي انورد والروتيشن بنطبق الرول هذا يا نشامة بالتالي الروتيشن تبعتي صارت بالكلوكوايز وبالتالي الأنجلز اختلفن هذا الحكي ما كان موجود وين؟ يوم كنا نعمل روتيشن about الإكس وأباوت الزد بينما في الواي واجهناه وبالتالي كل الحكي هذا موجود عندك اوكي الروتيشن اباوت الواي اكسس راح يكون بالكلوك وايز دايركشن وبالتالي هون نشامل الانجلز تبعاتنا راح يكون لهم نيجاتيف
ساينس كونه اليوم اخذ بالكاونتر كلوك وايز قلنا بوزيتيف، بالكلوك وايز بده يصير هنا ايش؟ نيجاتيف ساينس. وبالتالي اذا جينا حللنا وسوينا نفس البروسيجر بيطلع، لاحظ معي قبل شوي ما كان يكون ماينس 5، كان 5، وقبل شوي ما كان يكون عندنا ماينس 5 ماينس ثيتا، فور ماينس 5 وماينس ثيتا. ليش؟ شنو هون احنا وي ار روتيتنج بيرفورمينج الروتيشن ان ذا كلوك وايز دايركشن. بالتالي هذا السبب اللي بخلي نشامه الروتيشن اباوت الواي، راح نشوفها بعد شوي ونقارنها بالتفصيل، انه تكون الكوفيشنتس او الساينز تبعات الساين والكوساين بتكون مختلفات عن اللي هي قبل شوي اللي هي الروتيشن اباوت اللي هي الاكس والروتيشن اباوت الزد. بالتالي اذا بنيجي بدون الدخول بالتفاصيل بنيجي بنشتق ونفس المبدا بيطلع عندي هاي قيمه الاكس 2 وهاي قيمه الزد 2، وكون الروتيشن اباوت الواي اكسس اوكي نشامه معناته الواي از فيكس ذا سيم اوكي نشامه. واذا بنيجي بنجمع الايكويشنز الثلاثه هذول مس تجميع عمليه كولكشن اوف ايكويشنز اوكي بيطلع معي بالنهايه هذول الثري ايكويشنز اللي بربطن لي احداثيات الكوردينيتس تبعت بي 2 اللي هي اكس 2 واي 2 وزد 2 مع مين؟ مع اكس 1 واي 1 وزد 1 اند ثيتا. وبالتالي نشامة إذا بنعيد كتابتها بال 3D format أوكي بيطلع معي بالنهاية هذا هو الفاينل فورموليشن. إذا بنكتبها بالماتريكس فورمات راح يطلع معي هذا هو الفاينل فورم. طيب هسه نشامة إذا بنقارن، هاي هي عبارة عن rotation about الواي، وزي ما حكيت قبل شوي rotation about الواي معناته هو عبارة عن second axis، معناته second row والsecond column كلهن zeros ما عدا 2 2 بيطلع قديش؟ بيطلع عبارة عن unity. وهذا الحكي إذا بنقارنه هون لاحظ في similarity بين الساين والكوساين، الكوساين هون والكوساين هون إلها positive sign، والساين هون والساين هون لها نيجاتيف ساين، والساين هون والساين هون برضه بوزيتيف، والكوساين والكوساين هون لها بوزيتيف. بس وين الاختلافات؟ الاختلافات صارت احنا بنعرف كلياتنا قبل شوي مر معنا انه ايش يا نشامه؟ هيها القاعده هاي انه الكوساين اوف ماينس ثيتا از ايكوال تو كوساين ثيتا، والساين الاشاره بتطلع برا، هاي مهمه، الساين الاشاره بتطلع برا، بينما الكوساين نو تشينج اف وي فليب the sign or change the sign of the angle. بالتالي هون يا نشامة الواي صار في عندي، لاحظ هون الساين في الاكس وفي ايش؟ وفي الزد هون نيجاتيف، بينما هون شو صارت؟ بوزيتيف. والساين هون في الاكس والزد بوزيتيف، بينما هون شو صارت؟ نيجاتيف. هذا نتيجة النيجاتيف ساينز اللي حكينا عنها، بينما كون الكوساين بتمتص النيجاتيف ما أثر على الكوساين، الكوساين ظلت نفسها. بالتالي صار عندي التغير الوحيد في الإليمنتس تبعات اللي فيها كوساين وساين إنه الساين the sign of the sign، يعني إشارة الساين في الإكس والزد هي عبارة عن opposite to the sign of the sign، إشارة الساين لمين؟ للواي. هون عندي بوزيتيف، هون عندي نيجاتيف، وهون عندي نيجاتيف، هون عندي بوزيتيف، والحكي برضه بينطبق على الاكس روتيشن. واضح يا نشامه ولا لا؟ واضح دكتور. اي سؤال يا نشامه لغايه الان؟ واضح ان شاء الله. لا لا واضح ان شاء الله. طيب تعالوا معي وخلينا نحلل هالماتريسيز هاي. هون يا نشامه لو اجينا حسبنا الماجنتيود تبع اول كولوم، الكولوم هذا الماجنتيود تبعه، الماجنتيود تبعه اللي هو تقول this is squared plus this squared plus this squared under the square root اللي هي sum of all elements in the column squared under the square root. بالتالي هل أول كولوم عبارة عن الماجنتيود تبعه واحد بالماتريكس هاي؟ نعم. والثاني؟ واحد. والثالث؟ نفس الشيء واحد. واحد. طيب بنروح على الماتريكس الثانية. The same. هل برضه the same thing؟
Yeah. نفس okay. الشيء صح. نعم. ونروح على الماتريكس الثالثي، هل هو the same thing؟ نعم. أيوة، هاي يا شباب خاصية حبيت بس أعطيكم إياها هسه، راح نجيها بعد شوية. خاصية لأي مين؟ لأي rotation matrix. الروتيشن ماتريسيز they are called orthonormal. شو يعني orthonormal؟ يعني الماجنتيود اوف ايتش كولوم از يونيتي، و اللي هي النورماليتي هاي معناتها، و الاورثوغوناليتي كل ضربهم في بعض زيرو، كل اكسس مع الاكسس الثاني او كل كولوم مع الكولوم الثاني يوم نعملهم دوت برودكت بيطلع زيرو. صحيح. وضحتني يا شامة؟ بالتالي هرا نجيها بعد شوي، بس كونه هون قدامنا الثري روتيشن ماتريسيز، يعني اذا بتضرب هاي بهاي زيرو، وهاي بهاي اللي هي كوساين في الزيرو زيرو، والساين في الزيرو، هذا اللي هو يوم نضرب تو كولومز مع بعض. نعم. اوكي يا شامة، ولو ضربنا الثاني والثالث برضه هل بيعطيني زيرو؟ صحيح. بيعطيني زيرو، تعال اي واحد منهن اضرب مثلا الاول في الثاني بيطلع زيرو، والثاني بالثالث برضه بيطلع زيرو، بس اضرب الاول بالثاني، الاول بالثالث برضه راح يعطيك ايش؟ زيرو. وبالتالي هاي نشامه الخاصيه تبعت اي روتيشن ماتريكس، حتى تتاكد انها روتيشن ماتريكس يمكن يجيك في الامتحان زي هيك، اعطيك راندوم ماتريكس واقول لك تشيك وذر ذيس از ا فاليد روتيشن ماتريكس يس اور نو، فبدك تتاكد، راح نجيها بالتفصيل بعد شويه، بس كونه في الحديث عن الثري روتيشن ماتريسيز هذول حبينا ناكد على النقطه هاي عشان يوم نحكي عنها بعد شويه تكون ماره علينا ومتاكدين منها انه الروتيشن ماتريكس هي عباره عن اورثو نورمال. اوكي، حتى الرو الماجنتيود اوف رو از يونيتي، حتى الماجنتيود اوف رو از يونيتي، هي يعني يونيتي غير الكولوم. اوكي، هي بس عباره عن، عشان الروتيشن عباره عن اذا بتقلبها بتاخذ لها ترانسبوز هي نفس الانفيرس برضه بيطلع يونيتي، بس يعني بنتعامل عاده مع الكولومز، يعني بوث اوف ذيم ذي ار اوكي. اوكي اوكي نشامه، بالتالي هون نشامه اي سؤال على البريفيوس سكشن لحد هون؟ اي سؤال يا نشامه؟ اي استفسار؟ بس دكتور واضح دكتور ربيع تفضل. أنا عندي سؤال، إحنا الساين مع الكوساين كيف ضربهم بيجي زيرو؟ ما بطلع زيرو صح؟ وين بهذول؟ نعم، مش إحنا حكينا أي تو كولومز ضربهم زيرو؟ طيب هو في عندك كون نيجاتيف، لا تنسى إنه في عندك نيجاتيف. أوكي. يعني هسا أضرب هذا الكولوم الثالث بالثاني، لاحظ هون بطلع عندك ساين وكوساين بس بالنيجاتيف صح؟ صح. وهذا في هذا بطلع ساين وكوساين بس بالبوزيتيف، اجمعهن. اوكي صح اوكي. فضحت ولا لا؟ فهون عباره عن هاي ساين وكوساين بوزيتيف، وهاي ساين وكوساين نفسها بس فيها نيجاتيف، وهاي نفس الشيء، فيها نيجاتيف هون بتطير هاي البوزيتيف. وهذا مفروخ منه، ابو الزيروز هذا مفروخ منه، اي ضرب عليه عباره عن بيعطي برمي رمايه حيه على السريع عباره عن بيعطيك الزيرو، بس اللي فيها تريك، اللي فيها تريك عباره عن بس اللي فيها الساين والكوساين، الكولومز اللي فيها الساين والكوساين، يعني باول ماتريكس السكند كولوم والثيرد كولوم، وهذول بيلغين بعض بالاشارات، والماتريكس الثانيه الفيرست كولوم والثيرد كولوم وبرضه بيلغين بعض، والماتريكس الثالثه اللي هي الفيرست كولوم والسكند كولوم، هذول كلهم كونه عندي هون ماينس دائما بيكون، سواء هون ولا هون ولا هون دائما بكون في عندي اشاره ماينس، وبالتالي هاي الماينس هي اللي بتعمل الكانسليشن للساين كوساين، يعني بصير عندك 1 تيرم ساين كوساين ماينس كوساين ساين اللي هي نفسها صح؟ اللي بتعطيك عباره عن ايش؟ بتعطيك زيرو. اي سؤال ثاني يا نشامه؟ طيب خلينا نكمل هسه في السكشن سكند سكشن اوف ذيس تشابتر، راح نناقش انه اذا كان عندي تو فريمز تو ريفرنس فريمز وجينا عملنا روتيشن لا واحد منهم with respect to the other، يعني روتيشن of two reference frames with respect to each other. اوكي، بالتالي لو افترضنا يا نشامه في عندنا two frames زي ما انا حكيت، في عندنا فريم A والاكسس تبعاته انا لاحظ هون مأكد على اليونت اكسس، يعني كل
عبارة عن axis وعبارة عن it has a unit magnitude. وهاي الإشارة الهات تشير إلى مفهوم اليونيتي. الإشارة الهات اللي فوق هاي اللي هي زي الطاقية معناته مجرد ما تشوفها معناته unit magnitude. أوكي نشامة. بالتالي لو افترضنا فريم A وإله 3 unit axis اللي هي XA YA وZA وعندي another frame B وإله 3 unit axis اللي هي XB YB وZB وهذا الفيجر ببينهم بـ 3D space. بالتالي هذا هو فريم A اللي هو الأسود وفريم B اللي هي rotated with respect to فريم A اللي هو البلو. طيب هسه نشام احنا شو حكينا في البداية انه عندي تو فريمز وبدي اعمل ديسكريبشن لمين للروتيشن اوف وان اوف ذم وذ ريسبكت تو اذر. بالتالي كونه انا عندي تو فريمز معناته عندي تو اوبشنز للديسكريبشن بروسيس. اول حاله اني اعمل ديسكريبشن اوف الروتيشن اوف فريم بي وذ ريسبكت تو فريم اي. والحاله الثانيه اني اعكسها اني اعمل ديسكريبشن للروتيشن اوف فريم اي وذ ريسبكت تو بي. بالتالي لاحظ هون الديسكريبشن اوف روتيشن بي بالنسبه لاي وهون اوف اي وذ ريسبكت تو بي. بالتالي عندي الخيارين هذول ما في خيار ثالث عليهم. بالتالي بدنا نعمل جنريشن للماتريكس اللي بتوصف لي بالحاله الاولى اللي هي روتيشن اوف فريم بي وذ ريسبكت تو اي. وبالحاله هاي يوم اقول وذ ريسبكت تو اي معناته الريفرنس فريم هو عباره عن اي بالحاله هاي. بالتالي بدي يكون عندي الروتيشن اوف بي وذ ريسبكت تو اي بدي يطلع عندي روتيشن ماتريكس اسمها ار بي اي. اوكي الاي هو عباره عن الفوقاني دائما اللي فوق هذا يشمل اي او اي رمز ثاني هو الريفرنس فريم الهاير. اوكي نشامة اندكس هو اللي بيكون بيمثل لي الريفرنس فريم. بالتالي هذا عباره عن الاي هو عباره عن ايش هو الريفرنس فريم والفريم الثاني هو اللي بيكون I am describing this frame with respect to a reference frame اللي هو بيكون في التوب سايد. وبالتالي هذا الفريم هاي والروتيشن ماتريكس راح تتكون من 3 كولمز. اوكي نشامة اول كولم اللي هو الاكس اليونت فيكتور تبع الاكس اوف بي فريم with respect to a فريم والثاني الواي axis تبع فريم B with respect to A والثالث اللي هو Z axis of frame B with respect to A. ومجرد ما قلت with respect to معناته I am projecting this vector أو this axis وthis axis ثلاث مع بعض I am projecting it on the three frame on the three axis of frame A. بالتالي لاحظ معي يوم بدي اشوف هاي عباره عن هو عباره عن اللي هو هذا الكولوم. لاحظ في هذا الكولوم انا قاعد بثبت مين اكس بي. اكس بي دائما ثابته شنو اي ام بروجكتنج مين اكس بي على 3 اكسس تبعات فريم اي. مره بعمل له بروجكشن وين اكس اي ومره الثانيه بعمل له بروجكشن على واي اي والثالث حاله بعمل له بروجكشن على زد اي. طيب نيجي لهاي هاي اي ام بروجكتنج مين الواي اكسس تبع فريم بي على 3 اكسس تبعت فريم اي. وبالتالي لاحظ هيا واي بي ثابته بالثلاث حالات بس بتغير عندي انه فريم اي باخذ له 3 اكسس اول واحد اللي هو اكس اي والثاني واي اي والثالث زد اي. طيب اخر واحد اللي هو البروجكشن اوف وات زد اكسس اوف فريم بي على 3 اكسس تبعت فريم اي. وبالتالي لاحظ هون زد بي ثابت وقاعد بعمل له بروجكشن وين على اكس اي واي اي وزد اي. واضح يا شباب لحد هون اللي حكيته هسه واضح يا شباب ولا عيد اي استفسار؟ بالتالي ان شاء الله واضح. يوم يكون عندي روتيشن اوف تو فريمز وان وذ ريسبكت تو ذا اذر بعمل بروجكشنز اوف ذا 3 اكسس اوف اللي هي الروتيتنج فريم وذ ريسبكت تو ذا 3 اكسس اوف ذا ريفرنس فريم.
بالتالي كونه عندي 3 axes with respect to 3 axes معناته بدي يطلع معي قديش 9 elements representing the projection of each axis of frame B على each axis of frame what of frame A. هاي مفهوم الروتيشن اوف تو فريمز. يوم ما اجي اعمل روتيشن اوف فريم بي وذ ريسبكت تو اي او العكس. بالتالي دائما بيكون عندي هون يوم اقول لك هاي اكس بي اي معناته هون بثبت الاكس بي وبعملها بروجكشن على 3 اكسس تبعات فريم اي. وهون بثبت الواي بي وبعملها بروجكشن على 3 اكسس تبعات فريم اي. وهون بثبت الزد بي وبعملها بروجكشن على 3 اكسس تبعات مين؟ فريم اي. اوكي ولاحظ هون انا كاتب لك هاي عباره عن مين؟ هاي عباره عن اكس اي فريم اي وذ ريسبكت تو بي ترانسبوز. بالتالي هون لاحظ انا هون قاعد بثبت مين؟ اكس اي. شباب اللي مشغل الميكروفون اذا سمعتوا بس يعني اطفوا الميكروفونات بس وقت ما تسالوا، اذا ما بدكم تسالوا شغلوهن واحكي اوكي، بس بدنا على اساس تكون المحاضره صافيه وواضحه اوكي. بالتالي هون اذا بتلاحظ هون اكس اي هو اللي ثابت، معناته اي ام بروجكتنج اكس اي هاي على فريم بي، بس هاي عباره عن رو وانا البروجكشن تبعتي لازم تكون كولوم. بالتالي اخذت لها الترانسبوز حتى احولها من مين؟ من كولوم لرو. واذا بنيجي بنتفرج هون مين الثابت يا نشامه؟ واي اي، معناته I am projecting YA على مين؟ على فريم B، كونه هون هيو قاعد باخذ ZB YB و XB، وكونه عبارة عن ال projection هو عبارة عن column أخذت له transpose حتى يصير row. وهون يا نشامة مين الثابت؟ ZA 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 ZA. انا عملت له البروجكشنز على 3 اكسس تبعات فريم بي، وبالتالي هيو زد اي وذ ريسبكت تو بي، بس اخذت له ترانسبوز حتى احوله من مين؟ من اللي هي كولوم لمين؟ لا اللي هي الرو. اوكي هاي نشامه الملاحظه اللي حكيناها عنها قبل شوي، انه كل عباره عن ايش يا نشامه؟ كل كولوم من الروتيشن ماتريكس هاي اللي هي هذا الكولوم وهذا الكولوم وهذا الكولوم عبارة عن هو يونت فيكتور. طب ليش يونت فيكتور؟ أنا أصلاً كل واحد من الفريمز تبعات الأصليات تبعات الأوريجينال فريمز هي عبارة عن يونت، هذا يونت قبل ما أعمل البروجكشن، وهذا يونت وهذا يونت وهذا يونت وهذا يونت وهذا يونت. معناته يا نشامة تعالوا معي بالمنطق، يوم أعمل البروجكشن ليونت فيكتور على أي عدد من الفريمز، أوكي يا نشامة، هل الاصل انه البروجكشن بروسيس تظل محافظه على الماجنتيود ولا لا؟ الاصل البروجكشن بروسيس تظل يوم اجي اخذ مثلا فريم بي نعم الاكس تبعنا واجي اعمل له بروجكشن على اكس اي واي اي وزد اي، هذول يوم اجي اعمل ماجنتيود ذا 3 اليمنتس هذول الاصل يحافظين لي على يطلع لي نفس الاوريجينال فيكتور واللي هو اصلا كان ايش؟ يونت فيكتور. طيب يا نشام هسه هاي بقول لك في عندي 3 projections of frame B بعملهن على 3 projections of frame A، وبالتالي الروتيشن ماتريكس هي عباره عن 9 elements وكل elements هو عباره عن ايش؟ projection of one axis of frame B on one axis of frame A، والبروجكشن بروسيس عاده بنعبر عنها ايش؟ هيها بالدوت برودكت، في كروس برودكت عندنا بالماثماتكس وفي عندنا الدوت برودكت. بالتالي البروجكشن بروسيس اللي هي الدوت برودكت اللي هي الماجنيتود الاول في الماجنيتود الثاني في كوساين الانجل اللي بينهم. The magnitude of the first vector multiplied by the magnitude of the second vector multiplied by the angle between the two vectors. هذا عباره عن اللي هي الدوت برودكت. بالتالي هاي نشامه بما يتعلق بمين؟ باول حاله اللي هي يوم اعمل description of frame B with A. similar scenario يوم اجي اعكسهم، اجي اوصف frame A بالنسبه ل B. بالتالي هيو انا قاعد بعمل projection لفريم A 3 axis تبعاته على مين؟ على B.
وبالتالي هون الفريم A نشامة هي X ثابت وقاعد بعمل له projection على 3 axis تبعات B والY هاي الY A ثابتة فريم A ثابت الY وقاعد بعمل له projection على 3 axis تبعات فريم B وإذا بنيجي آخر واحد الزد A ثابتة وقاعد بعملها projection على مين على 3 axis تبع فريم B عشان قاعد بوصف أنا فريم A with respect to frame B وهي نفس الاشي اذا جينا دققنا فيها راح تطلع عملية الترانسبوز اوبريتور. طيب هسه يا نشام لاحظ انا ملون لك الماتريسيز هاي الماتريكس وهاي الماتريكس ليش؟ هاي مش عبارة عن عشوائية حتى اربط لك شغلة هسه راح تبين معنا. طيب تفرج على الريد دياجونال اليمنتس. هل الريد دياجونال اليمنتس في ال RBA يساوي ال red diagonal elements في ال RAB؟ شو رايك يا نشام؟ نعم متساوي. ركزوا معي، احنا عندنا دوت برودكت شو يساوي؟ دوت برودكت مساويات. دوت برودكت عبارة عن ما بيفرق الاوردر تبعنا، احنا مش قاعدين نحكي عن ماتريسيز. الدوت برودكت يعني 2 في 1 يساوي 1 في 2، الدوت برودكت عبارة عن ما بيفرق. اوكي نشام بالتالي الدياجونال ريد هون هو نفس الدياجونال ريد هون صح. طيب تعالوا لي على البلو بلو دياجونال، هل هاي تساوي هاي؟ نعم دكتور. طيب وهل هاي تساوي هاي؟ نعم برضو. طيب واخر واحده هل هاي تساوي هاي؟ صحيح بس هم معكوس يعني هي نفس تقريبا أيوة. نفس الماتريكس بس معكوس. هاي بنجيها بالتفصيل شو معنات يعني. المعكوس. طيب تعالي على الجرين اباف دياجونال، هل هاي نفس هي نفسها هاي؟ نعم. وهل هاي هي نفسها هاي نشامة ولا لا؟ نعم. وهي اخر واحدة الجرين الاباف، هل هي نفسها الجرين البلو؟ يس. طيب هاي بعلم الماثماتكس بنسميها ترانسبوز اوبريتر. اوكي بنسميها ترانسبوز. الترانسبوز يعني ايش؟ يعني اذا جينا على اي ترانسبوز ماتريكس، اذا اجينا على اي ماتريكس يا نشامة إذا أجينا على two matrices واحدة A واحدة B وكانت الـ A transpose هي نفسها مين؟ الـ B. يوم أقول transpose معناته بيكون عندي mathematically وهسه بفسرها اللي هي graphically بيكون عندي A I J يساوي مين؟ الـ B J I. يعني انا قاعد بعكس الكولومز محل الروز. بالتالي انا شو قاعد بساوي؟ قاعد بمسك اول رو في الماتريكس الاصليه وبسويها اول كولوم في الريزلتنت ماتريكس، قاعد بمسك السكند رو وبسويه سكند كولوم في الريزلتنت ماتريكس لحد ما اصل لاخر رو بسويه اللاست كولوم. او بمعنى اخر اذا بدكم بمفهوم يمكن عندكم اقرب لعلم الاتصالات، باجي هاي الدياجونال ايلمنس، مش قلنا الدياجونال ايلمنس اللي كان لونها احمر اختلفت؟ لا لا ايوه باجي بعمل ميرورينج. ميرورينج يعني هون بيكون عندي تريانجل وهون بيكون عندي تريانجل، كل ايلمنت هون بتكون بعمل ميرور، هاي مرايه حاطها وباجي بعكس الاليمنتس، باجي بعكس الاليمنتس هون وهون، ولاحظ هون هذا وين بده يجي؟ بده يجي هون، والاخير هذا بده يجي هون، وبالتالي بدك تاخذها ان تيمز اللي هي الاكستشينج بين الروز والكولومز، اوكي، بدك تاخذها ان تيمز اوف الميرورينج اللي هو على الدياجونال، على الدياجونال يا نشامة بيكون في عندي ميرور، هذا الدياجونال بحط ميرور، وبعدين الميرور هذا بعكس كل اللي فوق هون، كل اللي تحت فوق وكل اللي فوق تحت. وبالتالي هذا مفهومه بعلم الماثماتكس بيكون عبارة عن إيش؟ AIJ is equal to BJI. يعني مثلا هاي يا نشامة بيكون عندي إيش؟ بيكون عندي مثلا هون لو كان عندي 1 2 3
وفور هون وفايف هون وسكس. إذا قلت لك الماتريكس هاي أوكي في ماتريكس ثانية هي ترانسبوز تبعت هاي أوكي، ولو كان عندي هون 7 8 9 معناته إذا قلت لك الماتريكس الثانية هاي لو كانت A البي تبعتها شو بدها تكون؟ بده يكون الدياجونال بضلين ثابتات، الدياجونال هذول ثلاثة بضلين ثابتات، السبعة بتيجي هون والاثنين بتيجي هون اكستشينج، الثلاثة بتيجي هون والثمانية بتطلع محلها والخمسة بتيجي هون والتسعة بتطلع محلها. هذا هو مفهوم الاكستشينج اوف روز اند كولمز. بالتالي بدك تاخذها بأي مفهوم خذها. واضح شو مفهوم الترانسبوز يا نشامة ولا لا؟ وبالتالي هيو طلع معاي، إذا دققنا قارنا زي ما حكيت قبل شوي بين الماتريكس هاي والماتريكس هاي اللي هي الروتيشن هاي والروتيشن هاي، معناته يا نشامة بنلاحظ إنه R A with respect to B is equal to الروتيشن ماتريكس A with respect to B، بس إيش؟ After applying the transpose operator عليها. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ نعم نعم. أي سؤال؟ طبعا. طيب هسه خلنا نيجي أوكي. إذا جينا مسكنا two matrices هذول، هاي الماتريكس وهاي الماتريكس، وعملنا لهن multiplication، هاي جينا ضربناها، حطينا لك التو ماتريسيز وضربناهن ببعض، راح يطلع معاي ماتريكس اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. هاي بتاكد مفهوم الاورثو. قبل شوي مش قلنا اورثو نورمال؟ مش قلنا قبل شوي الروتيشن ماتريكس از اورثو نورمال ولا لا يا نشامه؟ بالتالي هون يا شباب الدياجونال بيكون ان كلهن يونيتيز والاوف دياجونال كلهن زيروز. تعال واضربها واعملها الملتيبليكيشن. هاي اول رو باول كولوم بيطلع معاك 1 يونيتي. دكتور كانه بالمعادله 245 الريفرنس معكوس يعني. ايوه ايوه صحيح صحيح ايوه بدنا عكس. ايوه بالضبط. اوكي ثانكس. معناته هاي عشان يمكن ظاهر انا ومرات يوم اكون مضغوط بالشغل بطلع معي بعض مرات مثل هيك شغلات. اوكي شباب بالتالي اوكي الله يسعدكم. بالتالي يا نشامه اذا اجينا ضربناهن ببعض بيطلع معي حاصل الضرب اللي هي ايش يا نشامه؟ انه عباره عن راح يطلع معي الايدنتيتي ماتريكس اللي هي هاي اللي هي الماتريكس اللي هي على الدياجونال كله يونيتيز والاوف دياجونال كله زيروز. طيب اذا بترجعوا لي هون احنا قلنا عباره عن ايش؟ انه الار بي اي في الار اي بي عباره عن بيطلع ايدنتيتي، والار اي بي هي نفسها الترانسبوز. بالتالي انا قاعد بضرب الماتريكس في الاتس ترانسبوز بيطلع معي اي، بس احنا عارفين انه الاي الايدنتيتي ماتريكس جنرالي بتطلع من وين؟ من الانفيرس اوبريتر صح؟ احنا عارفين انه الايدنتيتي ماتريكس تطلع من اللي هي الانفيرس اوبريشن. يوم اضرب ماتريكس بالاتس انفيرس بيطلع معي الاي، هذا هو اللي احنا بنعرفه. طيب قارن بين الإكويشن هاي والإكويشن هاي ودخل الإكويشن هاي على الخط اللي هي ترانسبوز، هل بيطلع معاك هاي عبارة عن one of the most beautiful equations in this course اللي هي إذا كان عندك rotation matrix أوكي R A B وجيت بدك تعملها الانفيرس أوكي نشامة، جيت بدك تعملها الانفيرس اللي هي توصفها بي وذ ريسبكت تو اي، بقول لك الانفيرس سمبلي هو عباره عن مين؟
هو عبارة عن ترانسبوز. بالتالي ما في داعي. أنتوا بتعرفوا إنه الإنفيرس شغلة معقدة. الإنفيرس ماتريكس، الماتريكس أوف الإنفيرس أوف أني ماتريكس، بدك توجد اللي هي عبارة عن الكوفاكتور ماتريكس، وبدك تقسمها على الديتيرمينانت. بالتالي هذا عبارة عن إيش؟ شغلة طويلة. بينما عبارة عن عندي في الروتيشن ماتريكس given any matrix، إذا بدك توجد تبعها الانفيرس اللي هو تغير اللي هو إيش يا نشامة؟ تغير اللي هي الريفرنس فريم مع المحل فريم الثاني، ما عليك غير سيمبلي تأخذ لها ترانسبوز، ما عليك غير سيمبلي ترانسبوز. وبالتالي هون يا نشامة بنصل لحقيقة إنه الترانسبوز هو عبارة عن exactly the same as اللي هو إيش؟ الانفيرس. وبالتالي هذا بوفر علينا وين التايم كومبيتيشنال بروسيس اللي هي الانفيرس، والترانسبوز عباره عن اللي تعكس فيه الكولومز محل الروز، هذا فيري ايزي على السريع خلال ثواني بتكون موجوده. بينما الانفيرس اتس نوت ايزي، اتس تايم كونسيومينج. وبالتالي هاي عباره عن شورت كت وفرت علينا ايش؟ وفرت علينا وقت وجهد في ايش؟ في الروتيشن ماتريسيز كالكوليشنز. وهاي الروتيشن ماتريسيز يعني شاما في لها مجموعه من البروبرتيز، اوكي، اللي هي كما يلي. اول شيء الروتيشن ماتريس زي ما حكيت قبل شوي هي عباره عن ايش؟ اورثو نورمال. شو يعني اورثو نورمال؟ الكولومز اوف اني روتيشن ماتريكس هاف ا يونت ماجنيتيود. والشغله الثانيه الكولومز اوف اني روتيشن ماتريكس ذي ار اورثوغونال تو ايتش اذر، يعني اذا بنضربهم اي واحد ثاني زيرو، والاي كولوم فيكتور هو عباره عن ايش؟ يونيتي. شو معنات الحكي هذا؟ هاي انا كاتب لك اياها مره ثانيه حتى تتاكد منه. انه افترضنا روتيشن اوف بي وذ ريسبكت تو اي اللي هي عباره عن هذه عباره عن 3 كولوم يونيت فيكتورز تبعاتنا، بي وذ ريسبكت تو اي، بي وذ ريسبكت تو اي، بي وذ ريسبكت تو اي، اكس واي زد. بالتالي عباره عن 9 اليمنت، 9 اليمنتس موجودات عندنا. هذول ال 9 اليمنتس اكس بي اي هي عبارة عن أول كولوم عندي اللي هو هي، و واي بي اي اللي هي ثاني كولوم اللي هو هي، وآخر إشي الزد بي اي هي عبارة عن اللي هو الثيرد كولوم اللي هو هي قدامك. أوكي، معناته هنا شامة بناء على الحكي هذا، الحقيقتين هذول يعني شامة انه الروتيشن ماتريسيز هي عباره عن ايش؟ اورثو نورمال. اوكي نشامه، they are اورثو نورمال. طيب اللي هي they have unit magnitude they are orthogonal، معناته عندي انا نشامه هون بيطلع معاي من الحقيقتين هذول راح اولد مجموعه من الايكويشنز بنطبقن على اي روتيشن ماتريكس، وعدد الايكويشنز هذول راح يطلع معي 6 ايكويشنز. اول مجموعه من الايكويشنز اللي هي النورماليتي، اللي هي ايش؟ يونيتي، اللي هي كل كولوم زي ما حكينا اللي هو هذا الماجنيتو تبعه 1 وهذا الماجنيتو تبعه 1 وهذا الماجنيتو تبعه ايش؟ برضه يونيتي. بالتالي كيف هي كاتب لك اياها، معناته كيف بتطبق هذا الحكي؟ معناته اذا r11 سكوير بلس r22 r21 سكوير بلس r31 سكوير كله تحت الجذر از ايكوال تو وات؟ يونيتي. بالحاله هاي ما في داعي تحطهم تحت الجذر، بتطير الجذر، شنو هون عندك الرايت هاند سايد قديش؟ 1. ونفس الشيء بنطبق على مين؟ على هذا. ونفس الشيء بنطبق على مين؟ على الزد. بالتالي بحصل 3 equations من النورماليتي كونديشنز، هذول هن اول 3 equations بقدر احصل عليهم اللي بيعتمدن على الاليمنتس تبعاتي. اول equation هذول عباره عن sum of squared of those 3 elements، والequation الثاني sum of squared of those 3 elements، والequation الثالث sum of squared of those 3 elements، وكلياتن under square root. والسكوير روت زي ما حكينا كونه عندي الرايت هاند سايد 1 بقدر اطيره، بقدر الغيه. اعمل سكويرنج للبوس سايز بتطير السكوير روت. طيب معناته ولدنا
three normality equations. بس ما خلصنا الموضوع. مش قلنا they have unit magnitude. هذا أول part اللي هو normality. هسا بنروح لمين؟ للorthogonality. نروح للorthogonality. شو معنات الorthogonality؟ اللي هي perpendicularity. اللي هي التعامد. أوكي؟ اللي هي عبارة عن dot product is equal to what? Zero. الدوت برودكت از ايكوال تو وات؟ زيرو. كيف الدوت برودكت بده يكون زيرو؟ عباره عن باجي بطبقه على الايكويشنز هذول. هي عندي الاكس بي وهذا عباره عن الواي بي وهذا عباره عن ايش؟ الزد بي. باجي بعمل له اللي هي لاحظ انا يوم اجي اخذ هذا يا نشام اول فيكتور بقدر اعمل له دوت برودكت مع مين؟ مع هذا ومع هذا، بالتالي انا ولدت تو ايكويشن صح؟ طيب باجي switch to the second one. Second one هل بقدر اعمله مع حاله؟ ايش جديد؟ نعمله مع زد. ما له، ركز معي. انا يوم جيت مع اول واحد يوم اجي اضربه بحاله ما هي نفسها النورماليتي كونديشن. بالتالي اول واحد يوم اضربه if you multiply it by itself بيطلع معي النورماليتي، بالتالي هذا خلصت منه. معناته صفى قدامي اضربه بالثاني والثالث، خلصنا من اول واحد واحتمالاته. الثاني يوم اضربه في مولتبلايت باي اتسلف برضه بحصل على السكند نورماليتي. معناته ما في مجال، خلص غطيته انا. معناته هل بقدر اضربه مع هذا؟ لا غطيته بالاول. غطيته بالاول، ما في عندي اللي هي الاوردر تبع المالتيبليكيشن از نوت امبورتنت ات هول بالحاله هذه. بالتالي هذا ما يلغر ينضرب بايش؟ بزين. وبالتالي بيطلع معي هين 3x وبضربه بالy والx وبضربه بالz واخر ايكويشن الy وبضربها بمين؟ بالz. وهذه يوم يجينا اطبقهن على هذول 3 ايكويشنز وعوض الارز فيها بيطلع معي هذول 3 ايكويشنز. بالتالي صفوا معي عندي 6 equations زي ما حكيت هون. 6 equations، 3 normality اللي هن هين وثلاثة orthogonality اللي هن هين. طيب أنا بالروتيشن ماتريكس ارجعوا لي للآر هاي. How many elements are there؟ 9. معناته يا نشامة أنا عندي إذا بتعامل مع الروتيشن ماتريكس وإذا أجي حدا قال لك يا نشمي بدي تعمل جنريشن لفاليد روتيشن ماتريكس، اعمل لي جنريشن لفاليد روتيشن ماتريكس. اوكي نشامة، وسوي اللي بدك اياه، المهم تطلع لي روتيشن ماتريكس which is 100% correct. شو المعضلة اللي بتصير معك؟ المعضلة اللي بتصير معك ان الروتيشن ماتريكس هاي it has 9 elements but the number of equations that we have generated from orthonormality 6. معناته عندك 9 unknowns with 6 equations. اوكي، شو السيستم هذا سميناه في المحاضرات الماضيه؟ under determined ولا over determined ولا determined system؟ under determined. هذا under determined يا نشامة. وبالتالي في عندي من التسعه ثلاثة بقدر أنا أفترضهن راندوم صح؟ من التسعة الإليمنتس هذول تبعات الروتيشن ماتريكس، أوكي؟ في عندي ثلاثة منهن بقدر أفترضهن راندوم، بس الراندومنس جايدد. يعني تخيل يا نشامة واحد يجي يعمل لك راندومنس وكون الروتيشن ماتريكس اللي بدي يولدها يا نشامة اجى قال لك هي سهلة غالي وطلب رخيص، قال لك اوكي عبارة عن مثلا هاي هون 0.99 وبعدين هون 0.6 وبعدين هون بتركها unknown وبعدين بحط هون unknown وهون unknown وباجي مثلا هذا بفترضه 0.5 وهذا unknown وهذا unknown وهذا عبارة عن unknown. بالتالي أنا بالحالة هاي
هل افترض هو عبارة عن النشمي هذا three unknowns من عنده؟ صح؟ هل هو حط من عنده three unknowns؟ Yes. Okay. والremaining النمبر اللي بدي احسبهم من خلال equations قديش صفن؟ صفن ست؟ معناته صفة عندي six equations with six unknowns صح؟ صحيح. معناته بقدر احلها. بس تعال معاي، هل هاي قبل ما بلش بالحل ربنا يحمل شبابه، هل هاي فالد؟ بناء على الاسامبشنز الاولانيات. هل هاي فالد؟ يعني قبل ما يبلش، بعض مرات يمكن تجيك عباره عن مثل هيك اسئله الامتحانات، اوكي يا شباب؟ لا مش فالد. ليش مش فالد؟ مش اورثو نورمال، مش نورمال. منين عرفت انه مش نورمال؟ 29.6 مربعات. ايوه هون يا نشامه، هاي عباره عن مطب. لو كان اثنين السكوير السم اوف سكويرنج اوف ذم اقل من واحد معناته فالد صح؟ صح. بس انا هون مؤرفك وحاط لك عباره عن اذا بتربع ال 0.99 وبتربع ال 0.6 وبتجمعهم اكثر من واحد معناته من البدايه قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الماتريكس هاي تخبيص. بالتالي احنا قلنا ايش؟ احنا قلنا في عندنا ثلاثه تحت سيطرتك، بس تحت سيطرتك بالعقل، يعني لازم عباره عن قبل ما تحطهم واثناء وضع الفاليوز تبعاتهم اثناء سيتنج الراندوم فاليوز هذول للثري انونز اللي عندك لازم تكون مراعي موضوع مين؟ اورثو نورمال اللي هي النورماليتي. نورماليتي لازم تكون راعي موضوع النورماليتي. اوكي يا نشامه. طيب وضعت النقطه هاي يا نشامه بالله؟ لا يا شباب. بالتالي صفي عندي. نعم. اذا افترضت يعني هون مثلا على سبيل المثال لو انا بدي افترض عباره عن شيء صح باجي بلغي هاي، ومثلا لو كتبتها مثلا 0.3 هل بقدر اكمل؟ بتقدر. بقدر اكمل عشان ما عملت فايوليشن 0.3 سكوير بلس 0.6 سكوير ستيل ذي ار ليس ذان 1 صح؟ صحيح. وهاي اوريدي ما عليها مشاكل، بالتالي وي كان بروسيد وي كان كونتينيو. بس هون بدك تدير بالك انه كل ما كبر الفاليو اوكي بدك تدير حالك، تدير بالك على حالك انه ما تحط فاليوز على الانون اليمنتس. بالتالي انا عندي اول شيء هل اي من الاليمنتس مسموح له يكون greater than unity؟ لا ممنوع. والشغله الثانيه اذا حطيت more than one element in the same column معناته بدك تكون حذر، بدك تتاكد انه sum of squares of اللي هي النونز اللي عندك less than or one. equal one. الا اذا ايش؟ الا اذا حطيتهم الثلاثه ب one column ساعتها شو لازم؟ one column اذا حطيتهم قصدك one row؟ لا one column. اذا حطيت الثلاث المسموحات لك ب one column شو بصير؟ مش فاهم دكتور. اذا حطينا الثلاث unknowns اللي عندنا انا بدي احطهم مثلا بهذا اوكي بدي احط الثلاثه راندوملي من عندي بهذا السكند كولوم، هل بقدر احطهم؟ وشو الشرط اللي لازم اعتبره؟ تقدر تحطهم ولس بدهم يكونوا أورثو نورمال 1-0-0. لا هون أنا مش قاعد، ركزوا معي، الشرط الأساسي اللي هو النورماليتي مش الأورثوغناليتي. نعم النورماليتي. النورماليتي بالتالي هذول إذا حطيت إن لازم أتأكد إنه sum of their squares is exactly equal to one صح؟ one صح. بالتالي هون بدك تكون حذر. أسهل طريقة هنا شامة إنك توضح. أيوة خلنا أقول لكم عن هالتريك. أسهل طريقة إنك توضع عبارة عن البليسز تبعات الماتريكس تبعاتك أوكي إنك توزعهن على الدياجونال. أنت بتكون هون بالسليم ما في داعي تحسب، هاي واحد هون وهي واحد هون وهي واحد هون. بالتالي هل أنت عندك هون اثنين فاضيات؟ صحيح. وهون عندك واحد فاضي وواحد فاضي هون، وعندك واحد فاضي وواحد فاضي هون، صح؟ بالتالي وين حطيناهن؟ هذا وهذا وهذا. بالتالي انا صفى عندي از لونج از انه قاعد بتحط الديجونال اليمنتس هذول ليس ذان يونيتي
انت في حل من اي حسابات اخرى صح؟ صحيح. بينما اذا جمعتهم اثنين او اكثر بون كولوم معناته بدك تعيد للعشرة وتتأكد من الكالكوليشن بروسيس تبعتك وتعمل فاليديشن للارقام صح؟ صحيح. بالتالي الثلاثة اسهل طريقة واسلم طريقة انك توزعهن دياجونالي سواء بهذا الدياجونال او بالدياجونال اللي بالشقلوب هذا. اوكي نسام يعني تسويهن اوف دياجونال او دياجونال، هذا بنسميه دياجونال وهذا بنسميه اوف اللي هي دياجونال اللي اوبوزيت دياجونال. اوكي اذا حطيت واحد هون وواحد هون وواحد هون بصير، او واحد هون وواحد هون وواحد هون بصير. ساعتها انت بكل كولوم عندك هاو ماني انونز لازم توجدهم من خلال الايكويشن، عندك اثنين. او دكتور لو استخدمنا بكل سهوله اذا حطيت هذول الثري اليمنتس على الدياجونال او على الاوبوزيت دياجونال وكان الفاليو تبعها ليس ذان 1 معناته بسهوله بتقدر توجد الفاليوز اللي بتكون صح. او احطهم على رو. كيف؟ او احطهم على رو. كيف على رو؟ يكونوا ان رو. يعني على 1 رو؟ يس. مو على 1 رو نفس المبدا مش انت حكيته قبل شويه برضه الماجنيتيود ل 1 رو عباره عن بده يكون يونيتي؟ واحد بس هل هو كونديشن؟ ما هي عبارة عن سواء هاي ولا هاي يوم تيجي تأخذ الترانسبوز راح يطلع معاك نفس الشيء. صحيح صحيح. أوكي بالتالي دائما لا يفضل تحطهن لا برو ولا بكولوم كلهن الثلاثة، يفضل إنك توزعهن تفرق دمه بين القبائل. وكيف أحسن مظهر لتفرق دمه بين القبائل؟ إنه بكل رو أو بكل كولوم تحط 1. بالتالي في الدياجونال أو في الأوبوزيت دياجونال انت قاعد بتحط 1 element at each row or each column صح، وبالتالي يكون الوضع تبعك بالسليم. اي سؤال يا نشامة؟ طيب بناء على الحكي هذا خذوا لي عندكم هذا تاسك للاسبوع الجاي بدي تستخدموا لي هاي، انا كاتب لك هون عباره عن ايش الحكي المطلوب، انه زي ما حكينا الروتيشن ماتريكس عباره عن 9 اليمنتس اللي هي النورماليتي والاورثوغوناليتي اللي هن السته، وبالتالي السيستم اندر ديتيرمنت، وبالتالي وي اسيوم 3 اليمنتس، والروتيشن ماتريكس بعد هيك بنحلها بناء على السيستم اوف نون لينير ايكويشنز. هل هذا السيستم اللي هون واللي هون مع بعض السته هذول لينير ولا نون لينير؟ ذي ار نون لينير. وبالتالي عادة أحسن طريقة لحل النون لينير سيستم شو اسمها؟ مرت معكم أي كورس سابق؟ لا. نيوتن رافسون، هاي بالبكالوريوس مرت معكم. نسينا هاي نيوتن رافسون ميثود. أوكي إذا بدكم إياها توجدها بالكتب أوكي، بدكم إياها من الهاند أوتس تبعاتي بالنيوميريكال بعطيكم إياها. أوكي؟ وبالتالي نيوتن رافسون ميثود يا نشامة، هاي ذيس إز وموجودة على الماتلاب هي. ذيس إز the most powerful technique for ايش؟ for اللي هي finding او solving a system of nonlinear equations اللي هن عندك اوكي نشامة اللي هي 6 by 6 equations، وبالتالي اذا حليناها بنوجد 6 elements. بالتالي شو المطلوب منك؟ انك تسوي لي MATLAB code تدخل عليه هذول 6 equations ومنه تدخل randomly 3 اللي هي assumed values من التسعة هذول، وبعدين تقول لنيوتن رافسون نيوتن رافسون سيري غيب وجي أعطيني الفاليوز. بس تركز معاي في نقطة، النقطة هنا شامة إنه نيوتن رافسون هاي بتستخدم initial guess. initial guess يعني بتستخدم أنت بتعطيها تخمين أولي. أوكي هذا التخمين الأولي لكل الفاريبلز اللي عندك لازم استل يكون less than unity صح؟ صحيح. بالتالي مش واحد منكم يصير يدخل لي initial values random من 1 ل 10 ولا من minus 10 ل 10، معناته بدي ادخلها اوكي نشامة ايش؟ هي عبارة عن بين اللي هي ال minus 1 وال 1 اوكي نشامة، وبالتالي بناء على ال values اوكي هذا الرينج اوكي، وبالتالي نيوتن رافسون hopefully it will converge and give you the values. بس هذا انا بدي اياه يكون جنرال، يعني عباره عن تقول الدله يعطيني اي فاليوز على الثري فاريبلز اللي بدك اياهن، مين من الار اي جي اللي بدك اياه،
وبعدين نيوتن رابسون يحل لك اياها، يغيب ويجيب لك الارقام يطبع لك اياها يقول لك هذول هن الريميننج 6 اليمنتس اللي عندك. وضحت يا شباب؟ واضح. واضح يا شباب؟ اي سؤال لغايه الان؟ واضح دكتور. طيب هسه الخاصيه اللي بعديها، احنا هاي كلها خصائص لمين؟ للروتيشن ماتريكس. خاصيه بعديها بقول لك اذا اجينا عملنا روتيشن اوف انجل ثيتا بالكلوك وايز اللي هي نيجاتيف انجل، بقول لك هاي ايكويفالنت لمين؟ لا بيرفورمينج روتيشن اوف اللي هي ثيتا ان ذا كاونتر كلوك وايز، بس مع مين؟ الاكسشينجينج اوف ذا فريمز اوف روتيشن. يعني لاحظ عندي هون ثيتا وعندي هون ماينس ثيتا، اذا باجي بعكس الانجلز لازم اعكس تلقائيا مين؟ الفريمز تبعاتي. واضح نشامة ولا لا؟ نعم. طيب الملاحظه الثالثه او البروبرتي الثالثه بقول لك برضو لو جينا عملنا روتيشن اوف انجل ثيتا بالكلوك وايز دايركشن اللي هي بالنيجاتيف، اوكي لجايها نيجاتيف ونيجاتيف، وبعدين تبعناها بايش؟ عملناها فولوينج باي وات، طبقنا عليها بعدين الترانسبوز اوبريتر او الانفيرس اوبريتر، بقول لك هاي راح تكون ايكويفالنت لمين؟ لا البيرفورمينج اوف ذا سيم روتيشن ان ذا كاونتر كلوك وايز فور ذا سيم فريمز. يعني لاحظ هون عندي الفريمز اللي عندي شن A و B، وهون A و B، وهون A و B. يعني بمعنى آخر النيجاتيف هاي بتطير الترانسبوز، والنيجاتيف هاي بتطير مين؟ الانفرس. الانفرس عشان هون مش قلنا يوم جينا سوينا النيجاتيف عكسنا الفريمز، بالتالي وعكس الفريمز بيتم مرة ثانية عن طريق مين؟ عن طريق الانفرس أو ترانسبوز. بالتالي احنا سوينا النيجاتيف اوف نيجاتيف رجعنا للفريمز الاصليات. وضحت يا شباب؟ نعم دكتور. طيب الملاحظه الرابعه زي ما حكينا قبل شوي اللي هي الاوبريشن، بس هاي فيها غلط. نعم ترانسبوز الانفرس نفسه. لا مضبوطه. لا صحيحه. لا مزبوط انا قبل خربطت فكرت قبل شوي. هاي يا شباب حكيناها قبل شوي اللي هي الترانسبوز اوبريتر، هو عباره عن ايش؟ الانفرس. هو عباره عن الانفرس اوبريتر. هاي نشامه ملاحظه مهمه وراح تمر معنا في النكست تشابترز. اوكي بقول لك شو؟ بقول لك لو اجيت سويت كاسكيتد روتيشن بروسيسز، اوكي يعني مجموعه من الروتيشنز ورا بعض والانجلز اوف روتيشنز ثيتا 1 ثيتا 2 لحد ثيتا كي، يعني اي هاف بيرفورمد كي اوف روتيشنز، اوكي وهاي الروتيشنز اباوت ذا سيم اكسس. لاحظ هون انا يا نشامه بالماثماتكس هون وهون وهون كلياتها انا مش حاط لك لا اكس ولا واي ولا زد، صحيح صح ولا لا؟ صحيح. حاط لك رمز يو، اليو ستاندز فور يعني اني يونيفرسال اكسس، يعني ممكن يكون اكس ممكن يكون واي ممكن يكون زد، عشان لو حطيت لك اكس ممكن واحد يطلع مش منكم من اي ناس ثانيين انتم اللهم صل على النبي عليكم، ممكن يقول لك ايه هاي بس بتزبط على الاكس. هون احنا بنقول اليو اللي هو يونيفرسال اكسس، اوكي نشامه ايوه سواء ممكن اليو هاي تزبط على الاكس او على الواي او على اللي هي الزد، بالتالي هون نفس الشيء اجينا يا نشامه اوكي عملنا روتيشن اباوت ذا سيم اكسس، هذا هو اللي بتحكيه. اجينا عملنا كاسكيدد روتيشنز اوف انجلز من ثيتا 1 لثيتا كي اباوت ذا سيم اكسس، هل تاكدنا انه ذا سيم اكسس ولا لا يا نشامه؟ اليو نفسها يعني ممكن تكون اكس او واي او زد على كل الروتيشنز، هاي اول روتيشن ماتريكس، هاي الثانيه ولحد الأخيرة هاي اللي هي الكيث روتيشن هاي هي. طيب غير هيك شو بحكي لك؟ صح
such that a reference frame of the next rotation is similar to the non-reference frame of the current rotation. يعني أنا هاي بعتبرها next وهاي بعتبرها current. تعال معاي، هل الريفرنس فريم هون B هو نفسه النون ريفرنس فريم بالقبليها؟ لا صح. طيب تعال معاي، جيت انا مشيت للاخيره، الاخيره هذا هو عباره عن الريفرنس فريم اللي هو بمين؟ بالنكست. هل هو نفسه في الكرنت؟ صحيح. بالتالي اذا انا سويت كاسكيدد روتيشنز about the same reference frame وكنت كل مرة أقول مثلا A B B C C D D E، بالنهاية هذول النشامة ال B هاي مع ال B هاي بشطبن مع بعض، ولو كان عندي C و D بعديها هون، كان لو كان عندي مثلا D و C، ال C اللي هون بشطب مع هاي، يعني الريفرنس بيشطب مع النون ريفرنس، وهاي الام اللي هون بيشطب مع مين؟ مع الام اللي هون. بصفي بالنهايه مين انا قاعد بوصف؟ قاعد بوصف النون ريفرنس فريم الاخير اللي هو الرايت موست وذ ريسبكت تو ذا ريفرنس فريم الليفت موست. وضحت؟ نعم. بالتالي انا هاي كل هاي الماتريكس الطويله الجراره أنا بأخذ منها أول ليفت موست ريفرنس فريم وآخر رايت موست نون ريفرنس فريم، هذا كلياته موجود عندك. هاي results in the same rotation from the final right most نون ريفرنس فريم اللي هو N. أوكي about the first إيش؟ ليفت موست ريفرنس فريم اللي هو A. بس شرطها أن تكون هاي يساوي هاي، واللي والسي تكون نفسها اللي بعديها، واللي بعد بيها دائما يكون نفسه اللي هو الريفرنس والنون ريفرنس يكون جايات ورا بعض. وبالتالي بالحاله هاي انا ما علي غير اجي اخذ الفاينل روتيشن فريمز اللي هي ان وذ ريسبكت تو اي، واجي اجمع الانجلز سمبلي جمع، اجي اجمع الانجلز. وبالتالي لاحظ هون انا جمعت الانجلز من 1 لكي، جمعناه انجمع. وضحت يا نشام القاعدة هاي؟ هاي راح نستخدمها لقدام في تشابتر اللي هي 3. واضح يا نشام القاعدة هاي؟ بالتالي عندك مثلا على سبيل المثال لو كان عندك R 2 1 مثلا، هيك ارقام بدون A B C، و R 3 2، و R اللي هي 4 3، هذول فريمز لو افترضناها نمبرز rather than letters، و R 5 4، وكل واحده عباره عن فانكشن. مثلا هاي ثيتا 1 وهاي ثيتا 2 وهاي ثيتا 3 وهاي ثيتا 4، وكلهن حوالي مثلا الاكس اكسس. هاي كلياتها شو راح تطلع؟ راح تطلع الروتيشن اباوت الاكس اكسس لمين؟ لا مين يا نشامه؟ للخامس. 5 وذ ريسبكت تو مين؟ تو 1. ومين راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3 بلس ثيتا 4. وضحت؟ سوري. أعيد. اوكي. اوكي نشامة. بالتالي أنا شو بصير عندي؟ بصير عندي cancellation هون، لو بدي عبارة عن أعمل cancellation. بصير عندي هذا بشطب هذا، وهذا بشطب هذا، وهذا بشطب هذا، بصير عندي هذا هو الرايت موست نون ريفرنس وهذا هو الليفت موست ريفرنس. هذا اللي حكيته قبل شوي في اللي هي الهاند اوتس. بالتالي بالنهايه بالصفي نفس الريفرنس فريم اللي هو نفس الروتيشن اكسس اللي هو اكس، اوكي، وبكون عندي اخر واحد نون ريفرنس وذ ريسبكت
الفيرست ليفت ريفرنس اللي هو 1 وما عليه غير اجمع مجموع اللي هي الثيتاز اللي عندي. صح ولا لا يا هشام؟ واضح شباب؟ اي سؤال؟ طيب هسه بنيجي يا هشام ل اللي هو الموضوع اللي بعديه اللي هي الاويلرز الاويلر اند فيكس انجل كونفنشنز. اوكي احنا قبل شوي يوم غطينا الروتيشنز اخذنا مثلا هذول اللي هي كان عندي سنجل روتيشن اباوت سنجل اكسس صح؟ هاي مثلا روتيشن اباوت الاكس اكسس وهاي روتيشن اباوت الواي اكسس وهاي روتيشن اباوت الزد اكسس. بالتالي هون I am simplifying my assumption that I have a single rotation about a single axis. طيب بالموست جنرال كيس يمكن يكون عندك 3 rotations about 3 axes. اوكي نشامة بدي يطلع عندك 3 rotations about 3 axes. وبالتالي حتى نطبق هذا بنستخدم تو كونفنشنز اللي هي اعراف مختلفه، في واحد اسمه الاويلر كونفنشن، في واحد اسمه الفيكس انجل كونفنشنز. في عندنا الاويلر انجلز كونفنشنز كونفنشن وفي عندنا الفيكس انجلز كونفنشن. بالتالي هون يا نشامة شو المقصود بالاويلر انجل كونفنشن؟ يعني اذا كان عندك يا نشامة بدنا نعمل روتيشن لفريم with respect to another frame such that each rotation or subsequent rotation is performed about the moving axis. معناته بحكي هاي اويلر. والفيكست هي عباره عن similar thing انه بكون في عندي rotation of a frame with respect to another frame such that each subsequent rotation is performed about what. لاحظ الفرق هون. في الاويلر كونفنشن انا قاعد بعمل الروتيشن حول الموفينج فريم، الفريم اللي قاعد بلف، قاعد انا بحرك فيه. بينما بالفيكست قاعد بعمل روتيشنز اباوت اللي هو الريفرنس فريم تبع اللي هو الاوريجينال فريم. يعني بكون في عندي تو فريمز، واحد انا قاعد بلفه هذا الموفينج فريم والثاني اللي هو الريفرنس اللي انا قاعد مثبته. فمره بعمل روتيشن حول الموفينج فريم اكسس اللي هي اكس والواي والزد تبعات الموفينج وهي بسميها اويلر. ويوم يكون فيكست معناته من اسمها بده يكون ثابت حول مين؟ حول الاوريجينال فريم اللي هو الفيكست فريم اللي انا مثبته. بالتالي كيف هذا الحكي؟ هي انا اجيت يا نشامة عندي ببلش هاي الروتيشنز اللي هي الاويلر والفيكست انجل كونفنشنز ببلشها بايش؟ بان يكون عندي تو فريمز، فريم A وفريم B they are coincident with each other، يعني الاثنين مطابقات على بعض. ال X A over X B وال Y A over Y B وال Z A over Z B. بنبلشها هيك even though انه الفيجر هذا مش موضحها بس انا بحكي لك اياها. باجي ببلشها بايش؟ بانه التو فريمز they are coincident. All axes x مع x، y مع y، z مع z. طيب بعدين يا نشامة باجي ببلش بالروتيشنز. هون لاحظ في عندي للاويلر والفيكست انجل كونفنشنز في عندي axes of rotations. هون انا بدي اعمل في البدايه rotation about the x، بعدين rotation about the y، وبعدين rotation about Z. وهذا الحكي هاي يقول لك rotations are performed in rotation about the X اللي هي X، بعدين rotation about the Y اللي هي Y، والrotation about the Z اللي هي RZ. ودائما هذا بيعطيني sequence of rotations اللي هي الاكسس تبعات الروتيشنز X Y Z. بس هاي الفيكست يعني الاوريجينال فريم. بالتالي انا لاحظ هون ال XA وال XB they are coincident نفسهم. اجيت لفيت حول ال X A اللي هو الفيكس
فريمين شامة جيت لفيت حول اللي هو الاكس اي اللي هو فيكس فريم بمقدار انجل جاما. هاي الاكس مقدار انجل جاما. بعدين رحت لوين؟ رحت للواي تبع الفيكس فريم الثابت اللي ما بتغير. هاي ولفيت انجل about this fixed frame مقدار قديش اللي هي البيتا. وبعدين اخر شيء رحت للزد هذا الاكسس وعملت روتيشن about this z axis تبع الاوريجينال فريم اللي ثابت اللي ما تغير. لاحظ سواء بالحاله هاي او بالحاله هاي او بالحاله هاي هل فريم A تغير؟ هل حركته انا؟ لا، كل اللي صار عمين كل الروتيشنز بتصير على فريم B with respect to A، بالتالي الA هو الريفرنس. آخر حالة يجينا مسكنا مين؟ الZ axis تبعت الفيكسد فريم ولفينا عملنا روتيشن حول الZ axis بمقدار قديش؟ 1000. بالتالي نتيجة هاي العملية راح يطلع معاي روتيشن ماتريكس، وهاي الروتيشن بالحالة هاي بيطلع معي اسمها XYZ Fixed Angles. ليش اسمها XYZ؟ شنو الأكسس of Rotations في البداية X، يعني هون بيعطيني الأوردر تبع الروتيشنز X بعدين Y بعدين Z. بالتالي ترتيب الأكسس هون بيعطيني اللي هي وين صار الروتيشنز ترتيب الأوردر of Rotations بالبداية حول X بعدين حول الواي بعدين حول الزد. طيب فهمنا الاوردر. شو الشغله الثانيه بدنا نعرفها؟ انه فيكست معناته الروتيشنز بتصير حول الريفرنس فريم اللي هو الثابت. اوكي، بالتالي بصير الروتيشن في البدايه حول الاكس اكسس وبعدين حول الواي اكسس واخر شيء حول الزد اكسس. لمين؟ للفيكست فريم اللي هو ما قاعد بتغير الثابت. بالتالي هيو هون روتيشن اباوت الاكس اي وهون روتيشن اباوت الواي اي وهون روتيشن اباوت مين؟ الزد اي. وكل روتيشن حوالي هذا بسببها روتيشن للواي بي او للزد بي او للاكس بي اللي هي للثلاثه. يعني بصير روتيشن بناء على هذا الحكي بصير روتيشن لفريم بي وذ ريسبكت تو فريم اي. لاحظ هون انه هنا شامة في الروتيشنز بدنا نفترض انه التو اوريجينز ذي ار اتاج توجذر، التو اوريجينز ذي ار اتاج توجذر يعني مربطات مع بعض. بالتالي اي روتيشن بسويها على الاكس او على الواي او على البي او على الزد لاي واحد من اللي هي الاكسس باي فريم بتعمل روتيشن لواحد من اللي هي الفريمز. وبالتالي هون يا نشامه قلنا الاكس واي زد بيعطيني الاوردر اوف روتيشنز والفيكسد معناته الروتيشنز اباوت ذا فيكسد فريم راذر ذان ذا روتيتنج. مين الروتيتنج؟ اللي هو البي. ودائما عندنا التسميه نشامه اول روتيشن بنسميها جاما والثاني بنسميها عباره عن اللي هي البيتا والثالثه بنسميها ايش؟ اللي هي الالفا. طيب في عندي هون جنرال رولز. بالتالي خلينا نرجع ناكد انه يوم نقول اويلر معناته بحكي عن الروتيتنج فريم، ويوم نقول فيكست معناته بحكي عن الاوريجينال فيكسد فريم. هون انا بحالتي هون كنا نحكي عن الفيكسد فريم، بس لو بدي مثلا اجي احكي عن الحكي هذا بايش؟ باللي هي الاويلر انجلز. كيف بصير؟ في البدايه الاثنين هذول كونسيدنت، الاكس والواي، الاكس بي والاكس اي كونسيدنت. باجي بعمل حول الاكس بي الاكس بي اللي هي نفسها اكس اي. بعدين في حاله الاويلر اوكي نشامه اذا بدي التزم بنفس الكونفنشن باجي بروح للواي، بس اي واي؟ باجي بروح للواي هاي اللي هي تبعت الروتيتنج فريم وبلف حواليها بمقدار قديش؟ اللي هي زاويه معين. وبعدين باجي بروح في حاله الاويلر اخر شيء للزد، بس اي زد؟ مش الزد تبعت هذا، بروح لمين؟ للزد تبعت الروتيتنج فريم اللي هي البي. بالتالي هون احنا عندنا تو سيناريوز، يا اما
نسوي كل الروتيشنز حباها حول اللي هو الفيكسد فريم، او نسوي كل الروتيشنز حول مين؟ حول اللي هي الروتيتنج او الموفينج فريم. وضحت يا شباب؟ طيب خلنا نرجع. قلنا يا نشامة بالتالي في عندي جنرال رولز، وهاي عبارة عن مهمة جدا جدا. بقول لك فيكسد انجل روتيشنز، يوم اجي اعمل فيكسد انجل روتيشنز، الاوردر تبع الروتيشنز شو بسوي فيه؟ هون بقول لك بوست مالتيبلايد. شو يعني بوست مالتيبلايد؟ يعني بتبلش بالاوردر مالتيبليكيشن بالريفيرس اوردر، يعني تضرب اخر شيء اخر ماتريكس بعدين اللي قبليها بعدين اللي قبليها حتى اول ماتريكس. بالتالي احنا هون وين اخر ماتريكس سويناها؟ هاي اخر روتيشن سويناها، هاي اللي ار زد اوف الفا. لاحظ يوم جينا سوينا الفيكست ضربنا ار زد اوف الفا اول وحده، بعدين رجعنا لمين؟ ار واي اوف بيتا، هاي ضربناها بعديها. واخر شيء مين طلع عندي؟ الروتيشن اباوت الاكس اللي اول وحده هي صارت اخر وحده على اليمين في المالتيبليكيشن، وبالتالي هاي اللي هي ار اكس اوف جاما. بالتالي في حال الفيكست بيكون عندي الروتيشنز المالتيبليكيشن تبعي الفيكست انجل روتيشن، الروتيشنز تبعاتي بتكون بوست مالتيبلايد، يعني ببلش من اخر روتيشن وبرجع فيه نرجوع لحد اول روتيشن، يعني بمعنى اخر الريفيرس اوردر اوف روتيشنز. هذا الحكي هل هو سيميلر للاويلر؟ لا، الاويلر يا نشامه عباره عن الروتيشنز they are pre-multiplied، يعني بحافظ على نفس الاوردر الفيرست روتيشن بعدين السكند لحد اللاست، وبالتالي we keep the same order of rotation. طيب بناء على الحكي هذا بقول لك في قاعدة ثالثة، بقول لك لو صار عندي rotation about general ABC axis using Euler. لاحظ هذا الاوردر تبع الاكسس in general ABC، انا فرضه مش حاطه لا اكس ولا واي زد، اي جنرال اكسس 3 اكسس ومفترضهن اويلر. بقول لك هذا الاويلر اي بي سي راح يعطيك ايش؟ راح يعطيك نفس الفاينل روتيشن ماتريكس از روتيتنج ذا سيم فريم اباوت مين؟ هون قلنا اي بي سي، هون شو صار عندي؟ سي بي اي. هل انا عكست الاكسس تبعاتي ولا لا؟ هون اي بي سي اويلر يعادل السي بي اي فيكست. بالتالي هون بناء على الحكي هذا انه عندي الاوردر اوف مالتيبليكيشن بوست مالتيبلايد او بري مالتيبلايد، هل هو ذا سيم اوردر او عكس الاوردر؟ اذا بعكس الاكسس وبيجي عندي عمليه العكس للاوردر بيطلع عندي انا شامه، اذا بسوي الاويلر في الاي بي سي اكسس هي نفسها الفيكست بس بعكس مين؟ بعكس الانكسس اوف روتيشن والاوردر اوف روتيشن، بصير عندي بدل ما هو اي بي سي اويلر بصير عندي اول اكسس اوف روتيشن اللي هي السي، والثاني بالشقلوب اللي هي بي، واخر واحد اللي هي الاي. وبالتالي هذول 3 رولز مهمات جدا اثناء التعامل مع يوم يكون عندك 3 روتيشنز. اول واحده زي ما حكينا الفيكست انجل روتيشنز، ببلش بالشقلوب اللي هو الريفيرس اوردر اوف روتيشنز، اخر واحده ببلش فيها هيا اللي هي الزد بالاخير سويتها ضربتها اول شيء، بعدين الواي واول شيء سويتها صارت عباره عن اخر ماتريكس بضربها. بينما الاويلر بتحافظ على نفس الترتيب الفيرست روتيشن بعدين السكند لحد اخر واحده اللي هي الثيرد، احنا عندنا هون 3. اوكي يا نشامه. والقاعده الثالثه اللي هي اويلر انجلز اذا بعمل روتيشن حول اني جنرال اي بي سي بيعطيني ايش؟ بيعطيني يا نشامه نفس الريزلتس تبعت الروتيشن ماتريكس تبعت اللي هي الريفيرس اوردر اوف اكسس اللي هي سي بي اي. كيف؟ خلينا نشوف المثال هذا. هسه زي ما حكيت قبل شوي، هذا عباره عن الفيكست اكس واي زد. يجينا لفينا حول الاكس
الفيكسد فريم، بعدين لفينا حول الواي في الريفرنس فريم اللي هو الفيكسد فريم، بعدين لفينا حوالى الزد في الفيكسد فريم. بالتالي احنا قلنا قبل شويه انه الاوردر اوف روتيشنز لازم يكون بالشكل، بالتالي ببلش وين؟ ب ار زد، هيا ار زد اوف الفا، بعدين ار واي اوف اللي هي البيتا، بعدين اخر شيء اللي هي الاكس، ار اكس اوف جاما اللي هي عندي هون، وبيطلع معي لاحظ ار زد. هسه بدنا نرجع نستذكر مين؟ نستذكر الثلاثة ماتريسيز اللي شرحناها قبل شوي. هاي هذول بدك تخليهم دائما محملات بمخك. لاحظ هاي روتيشن اباوت الاكس، هي ثابتة، هاد دائما جنرال فور. بس شو اللي بصير عندي بيختلف؟ اللي بيختلف هون كنا نقول ثيتا ثيتا ثيتا. هناك راح تعمل change of variables وتحط بناء على الانجل اللي عندك، مرة جاما مرة بيتا مرة الفا. وضحت؟ وبالتالي هذول الثري ماتريسيز لازم يكون المعروفات عندك 100%. اوكي نشامة؟ وبناء عليها مجرد ما قلت لك ار اكس معناته هذا الفور، ار واي معناته هذا الفور، ار زد معناته هذا الفور، وبناء عليه بيختلف عندك اللي هي الزاويه. بصير عندك ثلاث زوايا بناء على مين؟ بناء على اللي هي الروتيشن. وخلنا نشوف كيف يجينا عملنا لها ملتيبليكيشن يا نشامة. بالتالي هاي ار زد اوف الفا، لاحظ ار زد معناته الروتيشن حول الزد اكسس، هذا هو اللي حكيناه قبل شوي. وصار عندي بدل الالفا حطينا، بدل الثيتا قبل شوي حطينا شو؟ الفا. وهون حتى نقصر علينا اللي هي الكتابات، حطينا لا رمز الكوساين حطيناه سي، ورمز الساين حطيناه اس، عشان ما يصير ملاحف عندنا الماتريسيز كوني قاعد بضرب ايش؟ 3 ماتريسيز. بالتالي سي ستاندز فور كوساين، والاس ستاند فور ساين، وبالتالي هاي الروتيشن اباوت الزد اللي هي هاي. طيب مضروبه بمين؟ بالروتيشن اباوت الواي. الروتيشن اباوت الواي هي قلنا لك هذا عباره عن بيكون السكند بالسكند، والبقيه هاي بتكون النيجاتيف زي ما حكينا قبل شوي. اوكي كان شباب قبل شوي نيجاتيف ولا بدون نيجاتيف هون؟ شباب معاي؟ معاك دكتور بس والله ما انتبهت. معاك ما انتبهت والله. دقيقة شوي بس، شو ماله علق الكمبيوتر عندي؟ شكرا علق، خلنا نسكر الملف. اوكي شباب، احنا قلنا قبل شويه بس ارجع اتاكد، الاكس والزد فيها نيجاتيف بالساين فوق، خلينا بس نرجع نتاكد هون. هاي الزد فيها نيجاتيف والاكس فيها، وهون لازم يكون عندي النيجاتيف هون. اوكي شباب، بالتالي اذا اجينا يا نشامه بعد ما حطينا الثري ماتريسيز هذولا، و اف وي بيرفورم الملتيبليكيشن راح يطلع عندي
اوكي راح يطلع عندي after multiplication اللي هي هاي الماتريكس اللي هي النهائية راح يطلع معاي بعد المالتيبليكيشن اللي هي هاي الماتريكس النهائية. هاي الماتريكس مظبوطة، هاي هون النيجاتيف. اوكي نشامة؟ بالتالي راح يطلع معاي هاي الماتريكس النهائية. بالتالي هون يا شباب خلنا نرجع ونأكد انه هذول الثلاث حقائق واضحات، في عليها اي استفسار؟ البوست مالتيبليكيشن والبري مالتيبليكيشن واللي هي الريفيرس اوف اوردر بالنسبة ل اللي هي الاويلر والفيكس، اي سؤال عليهم كلهم واضحات؟ طيب هسه اجينا ضربنا هذول وبالتالي طلع معاي ايش؟ طلع معاي الفيكس اللي هي اكس واي زد كونفنشن. هسه مش احنا قلنا قبل شويه شباب انه اذا بنساوي اويلر روتيشنز اي بي سي راح يطلع معاي نفس الانجلز تبعات الفيكس سي بي اي. طيب تعالوا معي احنا هون شو سوينا؟ سوينا اكس واي زد فيكست، معناته لو بدي اعادلها بالاويلر شو بيطلع معي؟ لو بدي اعادلها بالاورد بالاويلر شو بدي يطلع؟ بدي اعكس الاكسس زد واي اكس، وبالتالي في الاويلر انا بحط هون الداش هاي حتى ميزها عن الفيكست. لاحظ قدام كل واحد من الاكسس حاطين داش حتى ميزها عن الفيكست. الاويلر باجي بحط الداش هاي، شايفين هاي نشامة اللي هي الصغيرة هاي هون، معناتها هاي اللي هي الأويلر. وبالتالي لاحظ أنا عندي هون XYZ Fixed Angles حتى أطلع نفس الفاينل روتيشن ماتريكس جيت عكستهم، بالتالي في البداية صار عندي الزد وبعدين اللي هي الواي هاي، وآخر إشي اللي هي الإكس، وظلن الانجلز نفسهم، ظلن الانجلز اللي هن نفسهم، الزد حواليها الالفا والواي اللي هي البيتا والاكس اللي هي الجاما. وبالتالي نشامة هون هاي عبارة عن نفس الماتريكس هاي، اذا بتتفرج عليها هي عبارة عن نفس الماتريكس هاي exactly. وبالتالي نشامة هون اذا كان معطى عندك اللي هي الكونفنشن تبعك الاكس واي زد ولا واتس ايفر، اوكي، وكان معطى عندك اللي هي الاوردر اوف روتيشنز والانجلز اللي هي الفا وبيتا وجاما، اوكي، يو كان بيرفورم ذيس مالتيبليكيشن بروسيس اند جيت ذا فاينل ريزلتس اوف ذا جنرال روتيشن ماتريكس ذات يو ويل اتشيف ثرو اللي هي الكونفنشن اللي عندك. بالنهايه هاي بقول لك الفاينل روتيشن جنرال ماتريكس راح احصل عليها اللي زي ما حكينا عنها قبل شوي اللي هي ار which is 3 باي 3 اللي هي elements. وحتى بس نكمل الموضوع هيها عباره عن بقول لك هون هذا التحليل اللي هو الفاينل روتيشن ماتريكس تبعت الاكس واي زد اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي نفسها equivalent لزد واي اكس اويلر، اوكي، اللي هي هاي 3 ماتريسيز ضربناها ببعض طلع معاي هاي هي الفاينل روتيشن ماتريكس اللي بسويها ب R11 R12 لحد R33. وبالتالي يا نشامة هون شو المطلوب مني؟ المطلوب مني انه عبارة عن في عندي تو سيناريوز حتى اسوي الكالكوليشنز، في عندي تو سيناريوز حتى اسوي اللي هي الكالكوليشنز. اول سيناريو اللي هو السمبلست سيناريو، بقول لك اول سيناريو اللي هو ايش؟ نعمل الدايركت كالكوليشنز لمين؟ للروتيشن ماتريكس. يعني بمعنى اخر انا بقول لك شو اللي هي الانجلز تبعاتي وشو الكونفنشن تبعي، هل هو اكس واي زد زد واي اكس، عباره عن شو الكونفنشن اللي انا مستخدمه، هل هو اويلر ولا فيكس، واي اكسس انا شغال عليهم. بالتالي بناء على الحكي هذا بنيجي بنحسب اول سيناريو اللي هو الاسهل. المطلوب منا given الانجلز و given انه هو هل هي اويلر ولا فيكست و given اللي هي الاكسس اوف روتيشنز، الاكسس اوف روتيشن، اوكي. المطلوب مني نحسب الفاينل روتيشن ماتريكس، this is straightforward، ما عليك غير تحسب ايش؟
تحسب اللي هي دايركت ملتيبليكيشن اوف ماتريسز، وبالتالي بحالتنا بطلع عندي هاي هي الفاليو تبعت الروتيشن ماتريكس الفاينل. اذا بنسوي الملتيبليكيشن بروسيس للثري ماتريسز هذول بيطلع معي الفاينل ماتريكس هاي. هذا يوم نيجي نحسب جيفن هذول الثري ماتريسز او الروتيشنز الاكسس، هاي انا هون قاعد بقول لك زي ما حكيت قبل شوي قاعد بحكي عن اللي هي زد واي اكس اويلر. لاحظ اول واحد اللي هو الزد بعدين الواي بعدين الاكس، وكوني حطيت لك الداش داش داش معناته ايش؟ قاعد بحكي عن اويلر. وحكينا قبل شوي انه زد واي اكس اويلر هي نفسها مين؟ اعكس اكس واي زد فيكست اللي هي نفسها. بالتالي هون يا نشامه مبين عباره عن الانجلز حول كل اكسس الفا وبيتا وجاما وحول الزد والواي و اللي هي الاكس. بالتالي ما عليك غير تحط ترتب الماتريسيز الثلاثه ورا بعض وتعمل الماتريكس ملتيبليكيشن، وبالنهايه بيطلع معك الفاينل روتيشن ماتريكس هاي هي. طيب هاي هي بتطلع معك نيوميريكال فاليوز كلياتها جيفن الفا وبيتا وجاما، بيطلع معك كلياتها نيوميريكال ماتريسيز او نيوميريكال ماتريكس، وهاي بتكون فاليد روتيشن ماتريكس اذا كان شغلك هون صح. هذا اللي بنسميه احنا ايش؟ اللي هو الفورورد او الدايركت كالكوليشن. يعني بدنا نحسب الروتيشن ماتريكس فايندينج ذا فاينل روتيشن ماتريكس بناء على الجيفن فاليوز اوف الفا وبيتا وجاما، وبناء على انه انا معروف عندي هل انا شغال اويلر او فيكست، وبرضه معروف عندي اللي هي الاكسس اوف روتيشن. طيب this is simple. بس وين التعقيد؟ التعقيد بيجي يوم ايش؟ يوم يكون عندك العكس، بسموها الريفيرس او الانفيرس كالكوليشنز. شو بكون معطى عندي؟ بكون معطى عندي اللي هي ايش؟ فاينل روتيشن ماتريكس اللي هي الار، بكون عندي الار هاي موجوده نيوميريكال، وبكون المطلوب عندي انه ايش؟ اني اوجد الانجلز تبعاتي الفا والبيتا واللي هي الجاما بناء على اللي هي الفاينل روتيشن ماتريكس. وبالتالي هون بكون عندك given this matrix is given numerically numbers، وبناء على هاي اذا قلت لك انا مره ثانيه انه اويلر او فيكست، وقلت لك الاكسس اوف روتيشن زي ما موجود عندي هون، اوكي، وبالتالي قلت لك هاي الماتريكس عباره عن تساوي هاي الارقام، من هاي الارقام من هاي النيوميريكال ماتريكس طلع لي الثري روتيشنز اللي عندي اللي هن الفا حوالى الزد والبيتا حوالى الواي والجاما حول الاكس. This is inverse او reverse calculations بهدف اني اوجد الفا وبيتا وجاما بناء على اللي هي الفاينل روتيشن ماتريكس اللي بتكون معطاه عندي. بالتالي في عندي شيء ايزي ودايركت وستريت فورورد اللي هو given الفا وبيتا وجاما find r، وفي شيء بالشقلوب given r اللي هي find الفا وبيتا وجاما، وبالتالي this is the reverse process او الانverse process is much more difficult than the forward او the direct calculation اللي هي a process. طيب نرجع قبل شوي، احنا قلنا يا نشامه حكينا عن الحقيقه اللي هي تبعت ال reverse of order of rotations، اوكي، اللي بتربط الاويلر مع الفيكست، وجينا غطينا هاي وقارناها مع مين؟ مع اللي هي الفيكست، وقلنا هاي الروتيشن الفاينل راح تطلع نفسها الفاينل روتيشن اللي هي هون، وبالنهايه بيطلع معي الفاينل روتيشن ماتريكس اللي هاي، وهاي بتندرج تحت مين؟ تحت الدايركت ميثود. طيب هسه بدنا نشوف يا نشامه انا كم من كونفنشن عندي ممكن يطلع؟ كم من كونفنشن عندي ممكن يطلع؟ اوكي هسه يا نشامه الاكسس اللي بصير حواليهن الروتيشنز هاي بنسميها كونفنشنز. الاكسس ذات ذا ثري روتيشنز ويل تيك بليس اباوت اللي عباره عن بنسميها الكونفنشن اللي هي ترتيب الاكسس واسمائهم، وبناء عليه راح يطلع معاي 12 different conventions for Euler، وراح يطلع معاي another 12 different conventions for text. اوكي
شو الشروط تبعات الاولر والفيكست؟ هي موجودات هون. لاحظ الرو الاول اللي هون شو اللي بميزه عن الرو الثاني؟ الرو الاول شو اللي بميزه عن الرو الثاني؟ شو رايك الاول كلهم different accesses، الثاني لا في الاول كلياته different accesses. عندي لاحظ هون three axes they are used x y z x z y x y z x y x z z y x و z x y z y x. بالتالي هون في عندي three axes they are there، بينما الثاني there are two axes، there are two axes. طيب شو الشرط اللي لازم يكون متحقق إذا كان عندي two axes only are used؟ الثالث fixed. كيف؟ الثالث بده يكون fixed. كيف الثالث fixed؟ يعني فيش rotation حواليه مثلاً؟ لا أنا هون يا نشامة عندي يعني بتقدر تحط زي ما حكينا أول ستة اللي بناخذ الاحتمالات اللي عندي. أول ستة ببلش بإكس إكس واي زد، هاي أول واحد، وبعدين إكس ثابتة، وبعدين بعكس الواي زد شو بصير؟ زد واي. زد واي هاي طلعت اثنين، بعدين ببلش بمين؟ بالواي، بعدين بحط محلها إكس زد، وبعدين الواي بتظل وبحط محلها ايش؟ بعكس اخر شيء هذول اكس زد. هاي ولدت الاكس والواي في البدايه، بعدين ايش؟ ظل عندي زد اكس واي وزد واي اكس. سوري هاي عباره عن زد قلنا اكس واي والاخيره اللي هي زد واي اكس. هذول يا نشامه دائما بيكون عندي 3 اكسز ار ذير. هاي أول ستة. طيب الست الثانيات هون يا نشامة بكون في عندي بالست الثانيات two axes are involved. بس شو الشرط؟ هل مسموح أقول أنا x y؟ لا لازم يكون إذا هيك بصيروا independent على بعض كأن إزاحة واحدة. أيوة إذا كان x معناته أنا قاعد بجمع مثلاً ألفا زائد بيتا على التخبيص. بالتالي يوم يكون عندي two axes لازم يكون الأول والثالث مثلاً نفسه، واللي بالنص مختلف، صح؟ أما عندي ثلاث احتمالات يوم أحط two axes. عندي مثلاً هاي لو أخذت هاي الحالة x y x، عندي احتمالات ان اقول اكس اكس واي، صح؟ وعندي ايش؟ واي اكس اكس. لو بدي اثبت انا مثلا طيب واي اكس اكس ظل عندي احتمالات ولا شو؟ هيك خلص اذا تو اكسز. اذا تو اكسز. طيب هاي ملغيه، هاي ممنوعه وهاي ممنوعه. ليش؟ شنو هون انا اذا لفيت حول هاي الاكسس اول واحد بالفا وحول ثاني اكسس ما هو نفسه ببيتا، معناته هل بيطلع معي مجموع من الفا زائد بيتا ولا لا؟ صحيح. بالتالي هذا ممنوع. بالتالي شرط التو اكسس روتيشنز انه يكون ايش يا نشامه؟ انه يكون الاكسس السيميلر، يكون الاول والاخير بغض النظر عن شو هو، والبالنص المختلف. وضحت؟ بالتالي بناء عليه بقدر أولد ست conventions، six conventions that I can use. في البداية بحط x و x وبحط بينها مين؟ y. الثاني x و x وبحط بينها مين؟ زد. هاي اثنين. بعدين بحط y وبحط بينها مين؟ x. وبعدين بحط y وبحط بينها مين؟ زد. زد.
هاي صارن أربعة، وبعدين بحط زد بالبداية وزد بالنهاية، وبعدين إيش؟ X. X. وآخر حالة زد في البداية وزد في النهاية. Y. بحط بالنص مين؟ Y. صح؟ نعم. معناته هذا ولد لي 6 conventions اللي هي الأكسس الأوردر تبع الروتيشنز، وهذا ولد لي already زي ما حكينا 6 conventions. معناته total number of conventions 12 ولا لا؟ 6 و 6 12. بس لا تنسى انه هذول بنقسم لنوعين، اشي منهن اويلر واشي منهن مين؟ Fixed. معناته total number of rotations أو of conventions اللي ممكن أولدهن أنا in general بالmost general case قديش بطلع عندي؟ 24. بطلع عندي 24. بس دير بالك هن 24 إذا بدك تسميهن هيك، بس هن فعليا 12. ليش؟ مش أنا حكينا قبل شوي نشامة شو القاعدة حكيناها قبل شوي من general rules؟ حكينا إذا كان عندك CBA in general بحكي CBA بالأويلر، هل هاي بتطلع 100% نفسها تبعت مين؟ ABC. ABC مين؟ Fixed. بالتالي أنا نتيجة هاي السيميلاريتي هو فعلا عندي 24، بس ما هو كل اثنين بطلع مشابهات لبعض، بالتالي أنا بطلع عندي يعني 12 يونيك، بطلع عندي 12 مختلفات 100%، بس هو ان توتال 24 وال 24 هذول كل اثنين بين اويلر وفيكس بطلع عن سيميلر. صح؟ صحيح. واضح يا شباب ولا لا؟ وبالتالي هون يا نشامه بطلع عندي اللهم صل على سيدنا محمد، هيها زي ما حكينا اول رو في 3 اكسس اوف روتيشنز، وثاني رو في 2 اكسس اوف روتيشنز، بس دائما الاول والاخير بكون نفسه والبالنص مختلف، هذا شرحناه بالتفصيل. وبالتالي بطلع عندي 12 different conventions للأويلر و 12 different conventions لمين؟ للفيكس. وإن توتال بطلع معي قديش؟ 24. وال 24 هذول اليوم وديت لكم إياهن أنا وين؟ على الواتس أب جروب، شفتوهن؟ أبندكس. نعم. هذول 24 عندك I think 13 صفحة ولا شيء، حلل لك ال 24 convention بالتفصيل. بس احنا هون لغايات الشرح ضمن المادة بنغطي واحد منهم، بنغطي واحد منهم اللي هو شرحناه قبل شوي اللي هو مين؟ اللي هو هاي ال X Y Z Fixed اللي هو نفسه مين؟ ال Z Y X اللي هو Z Y X اللي هي ايش؟ أويل. بالتالي هاي هذا راح نغطي، مش قلنا قبل شوي هاي هي الأنجلز تبعاتنا وبعدين بحصل على الروتيشن ماتريكس هاي؟ بالتالي هاي for direct calculation of rotation matrix very easy، ما عليك غير تعوض على الألفا والبيتا والجاما، وهاي لغايات مثلا إذا بدك في الامتحانات أو بأي برمجة ما في داعي تضرب هذول، بتدخل هاي الماتريكس مباشرة عندك على البرمجية. يعني بتصير بس تأخذ مين؟ بتصير تأخذ الconvention تبعك، وبناء على الconvention اللي هو واحد من 24 تدخل الفاينل ماتريكس تبعتك، ما في داعي تغلب حالك بتضرب بالضرب وين راحوا النشامه، لا بصير الفاينل ماتريكس هاي تدخلها وبناء عليه بيكون عندك جيفن الفا وبيتا وجاما، وبتطلع الفاينل روتيشن ماتريكس بناء على الكونفنشن اللي بدك اياه اللي هي اويلر ولا فيكس، وبناء على الاكسس اوف روتيشنز اللي عندك اللي حكينا عنهن واحد من 12. وضحت؟ واضح. بالتالي هاي نشامه هاي عباره عن حاله الدايركت ستريت فورورد ما فيها غلبه. طب وين المشكله؟ المشكله يا نشامه يجي نعمل الانفيرس. شو حكينا قبل شوي عن الانفيرس؟ الانفيرس شو بكون جيفن معك؟ هاي الفاينل، الفاينل ماتريكس از جيفن. شو المطلوب منك؟ توجد لي الفا بيتا الفا والبيتا والجاما. بالتالي هاي نشامه اتس نوت ايزي. دائما في علم الانجينيرنج يا نشامه اي شيء اسمه inverse problems او inverse calculations عباره عن بتكون much harder وتفر than الدايركت او الفورورد calculations. هاي معروف. هون معتبرين اليونيتي. كيف؟ معتبرين اليونيتي. اذا كان الار مختلف بدنا ناخذها بعين الاعتبار ولا لا؟
مش فاهم عليك كيف x y z لو كان لهم غير اليونيتي مش يونت الار مش يونيتي تفرق معنا ولا لا؟ لا ما هي هاي انت اذا دخلت هذول ركز معي هذول الماتريسي زي ما حكينا هذول جايات لاحظ هاي تبعت الروتيشن حول مين الزد وهاي حول الروتيشن تبع مين الواي اللي دفناهم قبل ساعة وهاي الروتيشن حول مين الاكس بالتالي هذول they are valid 100% بالتالي ما في مجال هون يوم تيجي تحسب صح تضرب صح يطلع معاك الار غلط تمام بس احنا حكينا قبل شوية اذا واحد بده يتمزمز عليك وبده يعطيك يقول لك ايش بناء على السكس كونديشنز انا بدي اعطيك هاي وهاي وهاي وبجد البقية ساعتها هاي اللي عبارة عن this is different story نعم نعم it's an inverse case but it's something different بناء على الحكي اللي حكيته ركز معي بالقبل شوية المطلوب منك given given اللي هي اللهم صل على محمد اللي هي 3 elements within the R matrix find the remaining elements such that the resulting matrix is valid and orthonormal صح؟ نعم نعم اللي حكيته قبل شوي this is different from what we are speaking about now هسا بنحكي عنه انه الفورورد اعطيتك هذول الثلاثة ضربناها طلعت هاي الماتريكس ما عليه غير تعوض الارقام الفا وبيتا وجاما وبعدين بطلع معك 100% valid rotation ما فيها داعي تتأكد بس إذا بدك تتأكد الله حييك بس هون أنا بحكي عن الانفيرس لا أنا بقول لك given high fully defined كل أرقامها التسعة معروفات numbers تمام بس إذا بدي أعقد لك الأمور بسوي لك 2 in 1 احكي لي إياها كيف 2 in 1 يا محمد كيف هي نعرف 3 in 1 بس 2 in 1 جديدة 2 in 1 باجي بعطيك 3 elements من الماتريكس R وبقول لك بأول خطوة اوجد البقية تمام وبثاني خطوة افترض انه هاي الماتريكس ناتجة عن طريق مثلا ZYX Euler وطلع لي الألفة والبيتا والجاما هل انا ضربتك صاروخ عبر القارات صح ولا لا صحيح هاي عبارة عن 2 in 1 يعني ممكن عبارة عن تجمل الثنتين هيك the most complex case أنا جيت قلت لك هاي عبارة عن هاي واحدة وهاي ثنتين وهذول ثلاثة أنا معطيك إياها روح على نيوتن رافسون وطلع لي البقية صحيح وبعدين بعد ما تطلعها صارت الار هاي كلها fully defined صح صح ارجع ارجوع واحسب لي مين ألفا بيتا جاما ألفا والبيتا والجاما بناء على convention أنا بكون محدد لك إياه نعم وضحت طيب هسه هنا شامة إذا بنتفرج معناته اللي بصير عندي بالإنفيرس كالكوليشن given this وبكون معاك لغايات اللي هي الامتحانات ولا بصر شو هذا بكون معطى معك مش معقول أخليك تضرب بالامتحان تضربهن بيكون الفاينل فورم تبع الروتيشن ماتريكس هاي موجودة تمام بدك تصير من هون تتفرج وتحاول بناء على النون فاليوز أوف آر تطلع الألفا والبيتا والجاما ودائما يا نشامة يوم بدك تيجي تعمل inverse calculations بدك تعرف من أين تؤكل الكتف يعني كيف؟ يعني هل من الحكمة أنه أنا أجي أبلش بالterms هذول؟ لا باليونيك بال دائما بنبلش بالterms اللي فيها minimum number of variables و minimum number of operations صح؟ نعم بالتالي لاحظ في عندي واحدة the most the simplest case مين هي هاي ساين بيتا يو هاي ما نص ساين بيتا هاي عبارة عن دائما بدي أطلع بدها تكون عندي واسط من أواسط البيت اللي بدي أبني هاي طيب بناء عليها ممكن استخدم هاي مع هاي إذا استخدمت هاي مع هاي نشامة ركزوا معها بيش اللي بدي أحكيه هاي مع هاي لاحظ هون في عندك كوساين وهون في عندك كوساين لبيتا وهون ساين وهون كوساين طيب تعال ربع لي لو جينا ربعنا هاي سكوير ذس اند سكوير ذس اندر ذا سكوير روت شو بطلع معي ربع هاي ذا سكويرينج اوف ذس وسكويرينج اوف ذس بصير كوساين تربيع في كوساين تربيع زائد ساين تربيع اللي هي واحد ايوه معناته شو بضل عندي
هل بصيف صفي عندي بلس اور ماينس كوساين البيتا؟ صحيح. صح. نعم. صفي عندي بلس اور ماينس كوساين البيتا عشان انه هاي الساين مع الكوساين هاي يوم تربعهم بطلع يونيتي وبطلع صح. عامل مشترك كوساين البيتا بس بيكون عندك زاد او ناقص اندر سكوير روت. صحيح. بالتالي هاي اذا بدك تدمج مين هاي مع هذول الثنتين. This is one scenario. بس في عندك سيناريو ثاني اذا بتتفرج هون برضه you can apply. شو بتطبق نفس المبدا بس هون من هون احنا وجدنا مين البيت الجاما اللي هي طيرنا الجاما بس اذا بدك من هون شو بتطير الالفا بتطير الالفا ومنها برضه بتطلع من هاي ومن هاي بيطلع الكوساين بالتالي الكوساين تقدر تطلعه من squaring of those two under the square root plus or minus او squaring of those two terms وتحطها تحت الجذر وبعدين تاخذ plus or minus sign كونه عباره عن يوم تاخذ square root صح نعم بالتالي انت عندك البيتا بتقدر تجدها هذا كومن مع هاي وهاي او هاي وهاي صح صحيح معناته احنا طلعنا مين طلعنا البيتا بعد ما تطلع البيتا هل بتقدر تجد الجاما من هون نعم عشان البيتا صارت معروفة هاي معروفة وهاي معروفة بالتالي عندك كون ساين وهون كوساين هل بتقدر تطلع الجاما من هون السلام سيدي طيب نعم سيدي وإذا جيت على بدك توجد الألفا هل الألفا بتقدر توجدها من هون ومن هون صحيح وأنا آه. إذا وجدت البيتا إذا وجدت البيتا الجاما طلعت والألفا طلعت بس لاحظ إحنا بكل الحالات هذول الأربع إليمنتس ما قربنا لهن عشان هذول أسوأ إشي بالإكويشن صح؟ صحيح بالتالي بدك تعرف من أين تأكل الكتف هاي إذا بلشت فيها عو ومو هاي عو ومو بتخليك عبارة عن تأكل هوا على الفاضي وهاي 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 you should be away from them عشانه معقدات بينما أنت شطارتك إنك تدور على من أين تأكل الكتف أوكي وهاي دائما كومن مع هاي وهاي بتطلع البيتا او هاي مع هاي وهاي برضه بتطلع البيتا وبعدين هاي وهاي سيميلتانيسلي بتطلع منهم مين الجاما وهاي وهاي بتطلع منهم مين الالفا ليش ما لي بستخدم الار يعني ار 1 1 هي انا قاعد بقول لك من هون انت بتوجد الكلوز فورم هسه راح نشوفها بس كله بناء عن نيوميريكال فاليوز تبعات الارز صحيح وضحت نشامه ولا لا شباب انتم معاي ولا انا مش سامع غير محمد بتفاعل لا معك معك دكتور امورك تمام ولا طعم ثاني كويس كويس ماشيين معاي نعم نعم طيب هسه في سؤال ممكن ينطرح يمكن واحد منكم يقول يا نشامه طب انا عندي هون ماينس ساين البيتا طب ليش ما اخذ ساين انفيرس واوجد البيتا دايركتلي شو جوابه واضح اللي بحكيه يمكن واحد يقول طب انا ليش مغلب حالي ما انا عندي هون ساين بيتا مباشره ماينس ساين خذ الانفيرس بروسيس تبعت الساين ومنها بتطلع البيتا بالتالي واتس ذا ريبلاي تو ذس كويستشن هون يا نشام بقول لك هي وي كان اوبتين اني انجل يوزنج سنجل اليمنت اوف ذا روتيشن ماتريكس يوزنج مين الساين او الكوساين ليش بقول لك هون ما بنقدر we could not we would not find the quadrant اللي هو المربع من المربعات الأربعة اللي بتكون فيها الأنجل أوكي بناء على الحكي هذا بناء على الحكي هذا إحنا بنستخدم function اسمه a tan 2 هو عبارة عن tangent بس معدل tangent بس معدل اللي بيعطيك the quadrant هيو توجد لك الانجل وين موجوده الكوادرنت تبعها اللي هو اي مربع هل المربع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع بالتالي انك توجد الساين لحالها او الكوساين لحالها بيكون عندك مور ذان 1 بوسيبل فاليو للانجل ما بتعطيك الكوادرنت ولو وجد لو اوجدت التان برضه ما بتعطيك اياها بالتالي هون تم عبارة عن إيش؟ استخدام function جديد بالنسبة لكم يمكن يكون أول مرة بمر عليكم ما بدري إذا مر عليكم قبل هيك هو عبارة عن A tan 2 هذا A tan 2 شو الفورميليشن تبعه هي
بقول لك اذا كان الاكس بوزيتيف معناته هي هو عباره عن نفس التان انفرس. شو يعني اكس بوزيتيف؟ يعني باي كوادرنت بحلها الاكس يوم يكون بوزيتيف، هل هو بالفيرست والفورث كوادرنت؟ صحيح. بالتالي هذا باخذ لك كل احتمالات بين الاكس، يعني هو بيعتمد على الاكس ساين اوف اكس وساين اوف واي، وبناء عليه بيحل لك كل الاحتمالات الموجوده عندك وبيطلع لك الانجل تبعتك وزائد باي كوادرنت، يعني بيطلع لك الانجل 100% من 0 ل 360 بدون ما يكون فيها اي شك. اكزاكتلي 100%. وضحت؟ نعم. طيب اذا جينا هون بقول لك التان انفيرس برضه ما بنقدر نستخدمه، عشان ايش؟ عشان الريزلتس تبعاته بيعطيني الفاليوز تبعتها بين الماينس باي اوفر 2 لحد الباي اوفر 2، وبالتالي هون نشامه هذا بيغطي لي بس مين؟ بيغطي لي الفيرست والفورث كوادرنت، بالتالي لو كانت الانجل بالثيرد او بالسكند برضه التان انفيرس ما بيقدر يغطي لي اياها لحاله، عشان هيك استخدمنا مين؟ الاي تان 2. بالتالي صفى عندي ساين كوساين ممنوع، ساين انفيرس وكوساين انفيرس ممنوع، والتان لحالها التان انفيرس ممنوع. شو الحل الوحيد؟ اللي هي الاي تان 2 اللي هاي بتكون مبرمجة. أوكي نشامة، موجودة بمعظم اللغات اللي عندك بالذات الماتلاب، وبالتالي نشامة عبارة عن تعطيك اللي هي إيش؟ تعطيك الأنجلز إكزاكتلي. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نحل المشكلة هاي. من هون إحنا حكينا كيف بدنا نوجد، لاحظ البيتا تبعتنا أوجدنا الأتان 2، الأتان 2 هي عبارة عن إيش؟ مين R31؟ خلينا نيجي نعملها كوبي هون، هاي اعملها كوبي حتى ما نظلناش رايحين جايين. تعال معي وين R31؟ هل هاي؟ صح؟ واخذنا لها النيجاتيف معناته صفت عندي ساين. طيب معناته انا حطيت هون الساين. وهون يا نشامة جيت عملت سكويرنج ل 1 1 و 2 1، مين 1 1 و 2 1؟ هاي هاي وهاي. معناته انا لغيت مين؟ لغيت الالفا وصفى عندي ايش؟ بس الكوساين، بس كون عملت سكويرنج باخذ الساين تبعي تحت السكوير روت زاد او ماينس، بلس اور ماينس. بالتالي منها بطلع الفاليو تبعت مين؟ اللي هي البيتا. بعدين بروح لمين؟ للالفا. الالفا يا نشامه منين بدي اجيبها؟ من هذا الاليمنت ومن هاي. صح؟ بالتالي ما عليه غير اقول مين الساين وين محل هايها؟ اللي هي R21. R21 هي الساين. اذا بقسمتها على الكوساين، هينا قسمناها على الكوساين، معناته صفت عندي هاي الساين تبعت الفا، صح؟ طيب والR11 هيها اللي هي الكوساين، بس بعد ما اقسمها على الكوساين بصفي عندي ايش؟ بصفي عندي بس الكوساين الفا. وبالتالي نشامة هاي الالفا. طيب البيتا او الجام منين بجيبها؟ بجيبها بنفس البروسيجر عن طريق ايش؟ اجي اقسم على مين؟ على كوساين البيتا هذا الاليمنت، وهذا الاليمنت على كوساين البيتا. اوكي نشامه، وبالتالي بيطلع معاي الالفا والبيتا والجاما من هاي الماتريكس. واضح يا شباب؟ طيب بس اظل عندي اخر ملاحظه. لاحظ انا عندي بالمقام عندي هون شو؟ بيتا كوساين اوف بيتا. طيب البيتا هاي لو كانت 90 درجه شو بصير عندي؟ زيرو. بصير عندي ديفيجن باي زيرو، معناته كل الطريقه عيدت، صح؟ معناته يوم اجي ارجع اعوض البيتا ب 90 ديجريز بالاوريجينال ماتريكس اللي هي هاي، تعال عوض البيتا ب 90، بنحصل يوم نعوض عليها بنحصل على اللي هي الماتريكس هاي. ولاحظ هون عندك هون هذا بذكرنا بشيء مر معنا قبل شوي يوم كنا نحسب الكوردينيتس تبعت بي 2 وبي 1، كوساين ساين لنفس الزاويه وساين كوساين، صح؟ بالتالي هذا عباره عن هو الساين اوف ديفرنس، وهاي الكوساين اوف ديفرنس. بالتالي هاي بنستخدم التريجونومتري وبنحصل بالنهايه على هاي الروتيشن ماتريكس. بالتالي
لا هذا نشامة. أنا الأصل يكون عندي إيش؟ الأصل يكون عندي 3 angles ألفا وبيتا وجاما. معناته نشامة. أنا أول حالة مثلا بالحالة السبيشال كيس هاي، بحكي عن السبيشال كيس هاي، طلعت عندي البيتا ب 90. طب جيت بدي أستخدم البقية، بدي أطلع البقية، لاحظ هون ما صفى عندي ألفا وجاما عبارة عن they are two independent variables، صفى الألفا والجاما they are coupled with each other، يعني صفى عندي الزاوية هاي كلياتها بالأربعة هذول elements ألفا ماينس جاما، صح؟ صحيح. بالتالي هذا عبارة عن يؤدي إلى إنه صفى عندي إيش؟ صفى عندي نشامة one angle، هاي عبارة عن بتؤدي إلى إيجاد one angle، واحدة منهن يا ألفا يا جاما، معناته صفى عندي إيش؟ لازم أنا أعمل assumption لواحدة منهن وأوجد الثاني من خلال الإكويشن. يعني هون وهون هاي بتوجد لك الألفا ماينس جاما. طب أنا ما بديش الألفا ماينس جاما، أنا بدي إيش؟ أنا بدي الألفا لحال والجاما لحال. بالتالي إذا أخذنا الأتان لهاي وهاي مثلا، هاي وهاي، بيعطيك الأنجل اللي عندي، هاي الأرجمنت اللي هون اللي ألفا ماينس جاما، وبالتالي أنا ما بتعامل مع ألفا ماينس جاما، الأصل أتعامل مع ألفا لحال وجاما لحال، وبالتالي كونه بيعطيني الألفا ماينس جاما لابد ما أفرض وحدة وأوجد الثاني منها، صح؟ طيب هون جينا احنا افترضنا الألفا بقديش؟ جينا افترضنا الألفا is equal to zero، عوضنا الألفا هون بالإكويشنز هذول زيرو، شو حصلت؟ حصلت بالنهاية على هاي الماتريكس، ومنها طيرنا النيجاتيف ساين، أوكي، وبعدين طلع معي نشامة من أي واحدة من هذول تقدر توجد اللي هي الجاما، طلع معي أخذت R12 اللي هي هاي مع اللي هي R2، سوري R12 هاي، وهاي عبارة عن R22، منها بطلع مين؟ منها بطلع اللي هي من الأنجل هاي، شو من هاي ومن هاي نشامة، شو بطلع أنا؟ بطلع اللي هي عبارة عن الجاما. هاي أول سبيشال كيس للجاما للبيتا يساوي 90. طب لو كانت ماينس 90 راح يطلع عندي سيميلر سيناريو اللي هاي، بطلع معي هاي الماتريكس، يوم نعملها سمبليفيكيشن بطلع عندي قبل شوي شو كان؟ قبل شوي كان عندي ألفا ماينس جاما لحالة ال 90، صح؟ هيها ألفا ماينس جاما، يوم صرنا بالماينس 90 شو صار عندي؟ صار عندي ألفا بلس جاما. بالتالي ستيل احنا عندنا تو فاريبلز وذ وان إكويشن، معناته بنفترض الألفا عبارة عن بزيرو زي ما حكينا قبل شوي، وبيطلع معاي الماتريكس هاي، ومنها بنطلع الجاما اللي هي اللاست. واضح يا شباب؟ طيب عندك هون سؤال وبختم اللي هي اي ثينك اللكتشر هون بوقف، اوكي نشامة مثال سوري، بقول لك هاي الاويلر انجل كونفنشنز اكوردنج تو زد واي اكس، عندك الالفا 30 والبيتا ب 45 والجاما ب 20، وبحكي عن اويلر وزد واي اكس، بقول لك اوجد لي اول خطوه ايش؟ الفاينل روتيشن ماتريكس، بعدين من الفاينل روتيشن ماتريكس رد ارجع واحسب لي الانجلز تبعاتك اللي بلشنا فيهم، هل بنحصل على هذول ولا لا؟ وبعدين بناء على الروتيشن ماتريكس هاي اللي طلعناها، لو انا بدي اغير الكونفنشن بدي استخدمه مين؟ بدي استخدمه وعباره عن زد واي زد، هون لاحظ بلشنا بمين؟ زد واي اكس، لو قال لك اذا قال لك اذا انا بدي استخدم زد واي زد ومن الار ماتريكس اوجد الانجلز تبعاتي، شو بطلع من الانجلز؟ بالتالي هي مشينا بالحل، هايها عباره عن زد واي اكس اللي هي بنضرب هذول بيطلع معاي، طبعا هون عندي انا الفا جاما ذي ار نون نيوميريكال، صح؟ نعم. بالتالي بيطلع معاي الروتيشن ماتريكس الفاينل اتس اول نمبرز. هسه هاي لو مسكتوها يا نشامه وتفقدتوها واخذت السكس اكويشنز لازم يكونوا متحققات، بس في عندك مشكلة واحدة ممكن ما تحقق اللي هي السكس إكويشنز هذول. هذول السكس إكويشنز.
ممكن يطلع عندك مشكلة واحدة ما تتحقق 6 equations. مين بيحكي لي شيء؟ لاحظ معاي هذول نشامل numbers ممكن يكون irrational numbers، يعني أعداد بتنتهي بالإنفينيتي، يعني يمكن يكون هون هون هيك يكون مد وفلح، بالتالي أنا بقعد بعملها approximation ولا لا؟ نعم. بالتالي هذا إشي بنتج عنه إشي اسمه round of errors. بالتالي هذا لو كان exact numbers مش عبارة عن approximation numbers، يعني هو مستخدم مثلاً 5 significant figures معظمهم أو 6، لو كان هذا exact numbers ويجي طبقت ال 6 equations اللي فوق قبل شوي حكينا عنهن، بده يطلع معاك exactly مين؟ بده يطلع معاك exactly اليونيتي اللي هي النورماليتي كلهن واحد، والاورثوغوناليتي كلهن حاصل ضربهن كلهن ببعض زيرو. وضحت يا هشام؟ نعم. طيب هسه هاي الماتريكس ار هيك حققنا مين؟ اول مطلوب بقول لك فايند الار، بعدين بقول لك ارجع ارجوع على نفس الكونفنشن، على نفس هذا الكونفنشن ارجع ارجوع. بالتالي هي قاعد بستخدم الايكويشنز اللي قبل شوي اللي هي زد واي اكس اللي هي نفسها هاي اللي حليناها. وين راحت اللي هاي الايكويشنز؟ قاعد بستخدم هذول الايكويشنز. اوكي؟ بالتالي اجي طبق الايكويشنز يا نشامه وطلع البيتا هيها بلس اور ماينس 45 والالفا 30 والجاما 20. طب تعالوا معي هل هن نفسهن؟ لاحظ الجاما 20 والجاما هون قديش؟ 20 والالفا 30 والالفا 30. بس في عندك فرق اللي هو مين؟ بلس ماينس. هون عندك البيتا 45 one solution، بينما هون البيتا بلس اور ماينس 45. ليش؟ شنو اذا بترجع للكويشن اللي فوق هون وين راحت الله يرحمها؟ هايها وضحت؟ نعم. يعني الفورورد يا نشامه دائما، وهذا انا حكيت لكم في المحاضره الماضيه، بالفورورد كاينماتكس مش قلنا given الفا 1 الفا 2 لحد الفا ان يو هاف ا فاينل 1 يونيك سوليوشن؟ نعم. بينما بالانفيرس كالكوليشنز تبعت الانفيرس كاينماتكس دو وي اونلي هاف 1 يونيك سوليوشن؟ لا لا ممكن لا. وبالتالي هون سيميلر بروسيس، اي انفيرس كالكوليشن ممكن تعطيك مور ذان 1 سوليوشن. هسه خلصنا الجزء الثاني. طيب هسا الجزء الثالث بقول لك أي يستخدم للزد واي زد. افترض هاي الار جاي بناء من الزد واي زد، وبالتالي اطلع لي الانجلز تبعتها بناء على الزد واي زد. هيها اعطاك الماتريكس الفاينل وحولها لارز. هسا ما عليك غير تسوي سيميلر بروسيس. لاحظ السيميلر بروسيس هون الكوساين هي لازم تكون موجوده بكل حساباتك صح؟ وهاي ممكن توجد منها الساين، او هاي وهاي مع بعض ممكن توجد منها الساين، بالتالي انت حر. وبعد ما توجد منها بتفرق مين؟ توجد البيتا. بعد ما توجد البيتا من هذول الثنتين شو بتوجد؟ الفا. الفا، ومن هذول الثنتين؟ جامع. توجد الجاما. وبالتالي هاي نشامه هي عباره عن الايكويشنز. وين في عندي؟ في عندي ايكويشن طاير دقيقه شوي. البيتا هاي نشامه اوكي الفورميليشن تبعها هذا كله موجود عندك في الابندكس اللي اعطيتكم اياه، في الابندكس اللي مش داري 13 14 صفحه كله موجود عندك. وبالتالي هاي الفورمولاز تبعاتك اوكي، وبالتالي اذا غيرنا الكونفنشن لاحظ كل الانجلز اختلفت، كل الانجلز اختلفت. صار البيتا عندك 2.7 والالفا 48. something والجاما عباره عن 18. something. هيك بكون خلصنا تقريبا ثلثين الشابتر لحد هون. اي سؤال على اللي ناقشناه لغايه الان يا نشامه؟ شباب الشرح واضح ولا في ناس مطلسم؟ لا لا واضح واضح دكتور. لا واضح للكل ربيع. واضح دكتور، بس انا يعني اوت اوف سينك بفتره، فبرجع بحضر الفيديو وبرجع بسالك ان شاء الله. طيب عمر انت يا ضيف شرف. عمر وينك؟ نعم دكتور. نعم دكتور. انت ضيف شرف معنا ولا مع الثانيين؟ سوي ذا الراي. لا معك دكتور. واضح؟
واضح دكتور. والله شكلك باقي تاكل سندويشة. لا دكتور. طيب ماشي، خلنا نوقف التسجيل اول شيء يا شامه.